السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلامة. بعد اللي عملت الفيديو الأولى للرد على يصلح رأيك وهو في الحقيقة مش يصلح رأيك يهلك رأيك في اللي تعدى في إذاعة الزيتونة عنده أيامات، الجزء الثاني متاع الرد متاعي باش نعمله مع السيدة مروة اللي اتصلت بيا وقالت لي ماذا بيا يكون عندي رأي في موضوع الفيديو وتعطي وجهة نظرها، وطبعا احنا باش نكملوا من بعد فين وصلنا في الفيديو السابق. اذا السيدة مروة من تونس، اهلا وسهلا بيك. طبعا انت تونسية ماكش مسلمة، فهمت شيء طبيعي، ونحب نعرف رايك. الفيديو اللي نشرته اخيرا الزيتونة حول المساواة بين المرأة والرجل، تفضل السيدة مروة. عسلامة، اهلا بك. شفت الفيديو هنا الصباح وظهر لي بيزار على الاخر، وثم برشا دي بوان حبيت نحكي فيهم وبرشا مغالطات. هو يحكي على المغالطات وهو اكثر واحد يعمل فيهم، دونك حبيت نحكي على المغالطات اللي عملهم الكل وعلى لي بوان اللي يحكي فيهم. فيهم برشا حاجات انا اوتونك امراه نجم نحكي فيهم. شنو المغالطات اللي تشوفهم؟ احنا تعرف انا قلت لك الفيديو الاولاني اللي عملت عليها الرد اللي مازلت ما شفتوش، انت تكلمت حتى وقت وصلنا مساله زواج التونسيه بغير المسلم، على خاطر سي الدكتور محمد العفاس يسخايب المجتمع التونسي لكل مسلم، يعني كأنها تونس، كأنها تونس تحكم فيها الشريعة. راهي تونس يا سي العفاس ماهيش الجزيرة العربية ولا السعودية وماهيش إيران، راهي تونس دولة مدنية ويحكمها دستور مدني. يعني الأفكار متاعك خليها ليك انت وللي يؤمنوا بالفكر متاعك الإسلامي. تنجمش تقول لنا شنية النقط اللي سجلتهم أنت وتشوف فيهم يعني مغالطات في رأي الدكتور العفاس؟ تفضل مروة. أول حاجة قصة الدكتور هذه بيرسونيلمون مش مقتنعة بها ياسر، خاطر أنا امرأة أكاديمية ونعرف الإنسان الأكاديمي كيفاش يحكي. باغ اكزومبل معناها من لي بوان توا ذكرتهم، يحكي قال لك هو في اطار يتفكه مش فاهمه ولا يحكي بجد، وقال لك علاش ما عندناش طبيب امراض الرجال والتوليد. اول حاجه ما عندناش التوليد خاطر الاولاد الرجال ما يولدوش، وان فيت عندنا طب اللي هنا بتسكي امراض الرجال وهما يتسموا لي يتسموا اورولوج معناها اون انجلي، ما نعرفش اورولوجي يمكن اون فرونسي، اللي هما اللي هنا توسكي الامراض نتاع المجاري البوليه وتوسكي الامراض اللي السيكسويال اللي تجي للراجل، معناها توسكي في البينيس نتاعو ولا لي تيستيكول ولا الحكايات هذوك من الكل. دونك اون في تم الطب لهين بالموضوع هذا، معناها ما عنديش كان جينيكولوج للنساء ابار لي سيكسولوج اللي لهين بتوسكي سيكسواليتي بور لي دو. دونك هذه اون بوتيت انفورماسيون ينجم يزيدها لسيتو. به المغالطات اللي حكينا فيها ثم برشا حاجات. اون في قدامي عملت ورقه صغيرة حطيت فيها لي بوان اللي وقفوا لي مخي، ما بينتهم قصة قال لك كيفاش تصير مساواة تامة مالغري البروفيل هرمونال والمسكولير ما بين الرجل والمرأة مختلفين. أنا مش فاهمة اسكو إسرائيل هو واحد الاختلاف ما بين زوز معناها مخلوقات بشرية دو زيتر هيومان، يعني إنه ما عندهمش نفس الحقوق وما عندهمش نفس الواجبات، معناها على حسابه هو اللي عنده هكا مش عارفة أنا إعاقة ولا عنده يد مقصوصة ولا معناها عنده ضمور في العضلات مثلا، حتى هو راجل معناها ما عندوش نفس الحقوق ولا الواجبات اوتونك المواطنين الاخرين ولا الناس الاخرين. هذه بوان. بوان واحد اخر قال التمييز في الاسلام لا يعني الدونيه، واستعمل ليكزامبل نتاع قال لك في الاسلام عندنا ما فضل الله بعضهم عن بعض، معناها ثم دي بلوس اي دي موان بور لي دو، بينما معناها في ليكزامبل اللي استعملهم الكل من بعض ثم كان حاجات كوم دي بلوس للراجل، انه مثلا بما او حق الايه ذيك اللي قالها هو نتاع ما يزبطهم عن بعض وموقف غادي ما قالش بما انفقوا، معناها التفضيل زاد فيه بما انفقوا. دونك فور بوسيبل زاد كي ماهوش ينفق ولا يعمل في حد شيء ما عنده علاش يتميز عليا الراجل اون بلوس. دونك وزاد وقال لك من العلامات انه الاسلام قال لك باهي معناها ويميز في المراه عامل صوره كامله باسم صوره النساء، ما في بالوش اللي اسامي الصور ما هبطوش من عند ربي زاد، معناها مش فاهمه هو في الزيتون انا ما يبدا مثقف دينيا الواحد. ما هو يستغل جهل الناس، خاطر يعرف الناس ما يعرفوش شنو الاسلام، يعني هذاك علاش هو وقت يعمل يتكلم هو الهدف نتاعو
انه يستغل الناس ما يعرفوش الاسلام ويعطيهم مغالطات ويدعي انه هو يحارب في المغالطات. هذه هي المشكلة الكبيرة. فهمت؟ افكتيفمون هذيك اللي قلتها اول حاجة، قلت لك الراجل يحكي عن المغالطات وهو اكبر واحد عمل المغالطات، كل سواء مغالطات لوجيك ولا مغالطات حتى في الدين بيدو، كما قصة سورة النساء. هذه السورة سموها العبيد النساء، اسامي السور معروف هذا في الدين الاسلامي انه ما هبطوش وحي من عند الله. فهمت؟ دونك به. وثم حاجة اخرى زيدة ما نعرفش اسكن قولنا رفزتني ولا شو قول بالضبط، في اطار زيدة يفسر لك فيش الإسلام كرم المرأة، حكي على الحديث متاع أمك فما أمك، وقال لك المرأة ما تكرمش جست على خاطرها مرأة، ما بمكانتها وبوظيفتها الاجتماعية. والوظيفة الاجتماعية الوحيدة اللي حكي عليها اللي تستحق فيها المرأة التكريم هي كأم، معناها حسب رأيه هو المرأة اللي ربي معناها اللي هو الله كتب لها فهم يقولوا معناها إنها ما تجيبش صغار سيئة مشيت معناها تزمر، ما عندهاش لما كان اجتماعية. وهذا زاد يعود للفكر اللي عندهم اللي هو بتاعك الحديث بتاع ولود وودود وعندها الفلوس والواحد. فهمت؟ دونك حاجة ما نستغربهاش انه عندهم هما يا ام يا ما عندهاش مكانة اجتماعية معناه، وديجا هما عندهم الزوجة زاد مكانتها الاجتماعية كان بوظيفتها كولود ودود. فهمت؟ دونك حاجة ما نستغربهاش ياسر، اما نرفزتني انطوكا. باهي نرجعوا الموضوع متاع قلك كيفاش الوراثة، موضوع الوراثة قالك ما هوش حاجة مدنية مي حاجة مش شريعة، ملغي هو موضوع نورمال ما يكون مدني وما يدخلش فيه الدين والشريعة، أما كمي موجود هو في القرآن. وقالك اللي احنا عاملين مغالطات ولازمنا تفصيل دقيق، خاطر الشريعة ما تقولكش ديما المرأة تاخو أقل من الراجل، ثم أبواب تاخو فيها من المرأة كيف الراجل على أكثر. أنا طلعت على الأبواب هذوما اللي هما زادا يفصلوا فيهم برشا كيف ما نقولوا لي سيتوياسيون اللي المراه تاخذ فيهم قدر الراجل ولا اكثر، وقت اللي تكون ما عندهمش نفس مستوى القرابه سوكي تري لوجيك. مثلا هي امه وعنده راجل اللي يقرب له ولد عام دخل جبوه ولا الباش هذيك، عرفت؟ دونك في الكا هذيك وقتها المراه تبدا ماخذ اكثر من الراجل ولا كيف. اما ما ثمنش ديكا كيما زوز اخوات ولا حاجه هكا يبداو معناها كل عائله فيها ثلاثه اولاد وزوز بنات ماهمش ياخذوا قد الاولاد، البنات ماهمش يقسموا على خمسه اون فانت كونت. باهي وقال لك حط الفيديو متاعك على فكرة قبل ما يحكي الموضوع هذا متاع كيفيش احنا ذي حكم الشريعة وجاي من عند إله معناها فوق انت قدام سمات سبع سماوات وكل. قال لك كيفيش هذي احنا شن ندخلوا فيه كبشر؟ به يا سيدي احنا معناها الكل احكام الموجودة في القرآن معناش الحق ندخلوا فيها كبشر، خاطرها احكام جاية من فوق سبع سماوات. ملا موضوع الوراثة قال لك وقاد يعلق فيك كيفاش عليك انت كيفاش هو قانون جائر ومش عادل، وقال لك انت تتهم في الله انه ما هوش عادل. مالا على حسب هو زيد ناخذ موضوع العبوديه اللي هو زيد موجود في القران وفيه ابواب تفصلوا كيما الوراثه قد كيف فيه ابواب في الشريعه تفصلوا، وفيه شنو تنجم تعمل مع الوحده الامه وشنو ما تنجمش، ولوين تلبس الامه والسره. وعمر بن الخطاب كيف اتق فيهم خاطرهم تحجبوا قال لهم ليه لازم انت تلبس مسره للواحد للركبة والحكاية هذوكم الكل. معناه موضوع العبودية حسبه هو بما أنه موجود في القرآن وهابط من سبع سماوات ما لازم ليش زيدا نحكيه عليه، لازم نرجع العبودية ونخليوها أصلا ومش من حقنا أنا نحينها. هو الإسلام حبيتنا نرجع على مسألة العبودية، رغم أن توا العبودية لا تطبق ولكن لم يجرأ أي عالم دين أن يحرم العبودية، من الجمش يحرمها. قلت هو معناته نص قرآني ونص جاي من فوق سبع سماوات، ولكن رغم ذلك العالم وحقوق الإنسان أجبرت العالم الإسلامي على أن لا يمارس العبودية، رغم أنها توا تمارس بطريقة غير مباشرة. إذا نفس الشيء بالنسبة للإرث اللي هو قانون جائر، سواء جاء من عند إله ولا جاء من عند أي شيء آخر، المسألة جائرة واضحة بين ما نشبش نناقشوا فيها. وإنا أنفيت نشوف برشا أنالوجية مسألة الوراثة هذه في الشريعة ومسألة العبودية كيفاش. مثلا يجي يقول لك في الوراثة مسألة الوراثة اللي يحبوا ينحيوها، يقول لك مثلا راهو هذيك 1400 سنة التالي كانت المرأة هي بيدها تتورث السكية. زادة فيه مغالطة هذا زادة أبخوبو كي نرجع للتاريخ متاع العرب ولو شنين كان يصير في الأمور الفلوس بين النساء والرجال. أنتو كان يقول لك كانت المرأة هي بيدها تورث والكل، وجاء الإسلام كرمها وعطاها هو كان صيف. فهمت كيفاش؟ باش ما يشوكيش العبيد وينفرهم، وبعدك بشوية بشوية الأمور تتحسن. ونفس الانالوجي هذه يجيك في موضوع العبودية، يقول لك ربي راه ضد العبودية وملغي لي هو قانون جائر انك اصلا
نقرأ دائما آية تذكر لك موضوع العبودية وتبدأ تفصل فيه وتحكي فيه ولأمة هو استعملها لأمة كافرة مشركة خير من ندري شنو أنتوكا. المهم يجي يقول لك موضوع العبودية ربي ما حبش يقصه مرة واحدة خاطر ديجا كان فيه بزنس والعباد تتعامل بيه وحاجة عادية جدا. هو كبدأ يعمل فكرة فازت عتق الرقبة وبشوية بشوية اللي يتنحى مالغري إنه حكيت عتق الرقبة ما جيتش مع الإسلام راهو حاجة موجودة في الجاهلية من قبل ومعروفش معناها عتق رقبة في الجاهلية ومعناها مش حاجة جابها الإسلام. دونك الإسلام وحتى في نص القرآني ما جيب حتى ربع آية تنص على إنه العبودية حاجة مش محبدة في الإسلام وإلا إنه نحيوها لا ما دارش بالموضوع هذيك جمله نتاع نقصوا من العبوديه ولا نحيوها فهمت. دونك معناها كيف ما قلت لك معناها هذيا هو الانالوج اللي نشوف فيه ما بين مساله الوراثه ما نجموش نقولوا اللي هي جايه من الدرجه كما مساله العبوديه مالغريزوز قوانين جائره وكان هما يحبوا يحكيوا معناها هذيك قانون سي بون ميسالش كيما ناش نطبقوا فيه والاخر ليس مش ميسالش كيما نطبقوهوش كالعاده دخلنا في ليبوك خيزي اللي مستأنسين بها ياسر مع الجماعه هذوما فهمت. دونك يا يحبوا يطبقوه متامو ويقصوا الساقين والدين بالخلاف ويجيبوا العبودية ويعملوا الورث كيف ما يحبوا هما يا يطبقوا القانون المدني اللي هو نقم المو يطبق في تونس وطنك هي دولة مدنية أما طبق قانون مدني للجميع فهمت يا أما لا فهمت يا أما ردها شريعة إسلامية وقها وردك السعودية افكتيفمون ذاك اللي نحكي فيه معناها اختار ليبوكريزي ماهيش باهيه تعمل سكيزوفرينيا وذاك الحاجه اللي قاعده تصير ياسر في الدول العربيه المسلمه الكل نشوفوا برشا سكيزوفرينيا وبرشا نفاق وحالات معناها مرضيه. باهي ثم بوان اخر نتاع كيستيون دو مارياج افيك ان اون مسلمان هذاك هو اللي وصلنا له توا خاطر انا وصلت للنقطه هذيك وماذا بيا معناتها نسمعوا بشويه بشويه وتعطيني الرد نتاعك كيما مثلا مساله معناتها زواج المراه التونسيه من الاجنبي سورتو معناتها من الاوروبي يعني لازم يكون مسلم يعني مش معقول ان هالراجل ينجم ياخذ واحده فرنسويه ولا واحده طليانيه ولا واحده سويديه بينما المراه وقت تحب تاخذ واحد اجنبي اوروبي غير مسلم لازم تجيب ورقه فهمت اللي هو ولد خلف الاسلام وفي بعض الاحيان يعني الطهاره رغم اللي في تونس الطهاره ماهيش قاعده تطبق يعني يقول هاني طهرت وهو يكذب يعني هنا نشجع الناس على النفاق. الموضوع الثاني من مواضيع المساواة بين المرأة والرجل هو موضوع زواج المرأة المسلمة بالأجنبي الغير المسلم. الموضوع هذايا طرحته هذه المخلوقات اللي عايشة خارج التاريخ ببساطة لأنه التونسي مازال يرى أنه الزواج هو عقد ديني قبل أن يكون عقدا مدنيا يعني أنه الزواج قال فيه ربي سبحانه وأخذنا منكم ميثاقا غليظا يعني الرابطة التي تربط بين المرأة والرجل في مؤسسة الزواج هي رابطة دينية بالأساس قبل أن تكون تلك الوثيقة المدنية اللي صححوها الاثنين رابطة فيها في الإسلام من الود والانسجام والرحمة والحب اللي سماها ربي سبحانه مودة الشيء الكثير. شنو ردك عليه في المسألة هذه؟ التاريخ اللي قالها عليك ماني والله احنا مناش كل مخلوق قبل يعني يتصرف كما مخلوقات قبل التاريخ. انت اللي قاعد تحب توصل فكر مدني ومتنور ولا هو بيطبق قوانين متاع 1400 سنة التالي اللي كانت في ظروف معينة صحراوية وكذا وكذا ويحب يطبقها طو في دولة كما تونس اللي هي دولة مدنية ومكبش فيها بيديه وساقيه بهذه البوان. البوان الثاني على حكاية اللي نسميه أنا ميثاق الورقة. ميثاق الورقة هذا فاش يتمثل؟ يتمثل في أنه المراك تجي تاخذ واحد تونسي طويكا هما ما متشبثين انها لازم تاخو واحد مسلم بيك تجي تاخو واحد تونسي لا يسألوه لاك مسلم لا مسيحي لا تصلي لا ما تصليش لا مطهر لا ما تطهرش ما يسألوه حد شيء يكتبوا صديق عادي كالعادة حطي في مخاخهم اللي تونسي لكل مسلمين وكلنا معناها ثل واحدة فهمت. طونك كي تجي تاخو واحد من برا يحكموا عليها انه يعمل ورقة وهذا علاش زاد نفاق أبرفزت انه تونسي حتى كده مش مسلم ما يسلقوهوش انه الانسان الاسلام نتاعو حتى في الدين بيدو معناها ماكش تدخل في قلبه باش تعرفه مسلم ولا معناها شي يجيب لك ورقه اون فان كونت معناها اللي هما يحكيوا على زواج ديني هو ردوه مدني معناها كي يحكم فيه ورقه اللي هو مسلم ولا مش مسلم معناها تحس ما نعرفش سكيزوفرينيا انا ولا مش عارفه شنو شيره معناها سي عقد ديني وما ندري شنو من شيره اخرى معناها عقد يولي فيها امور مدنيه وورقه وتصح على مسلم وبتدخي تهرولك بتدخي ما تهرولكش معناها بالرسمي حاجه بيزاغ ياسر
وتنجم تعطي رشوة وتنجم تعطي رشوة وتاخذ اللي انت مسلم وتعطي رشوة وتقول انت مطار. يعني الاسلام في الحقيقة ميهموش، فهمت الحقيقة الانسان. يعني الانسان تو مثلا فرنساوي، فهمت يعني هاكو يقول مسلم، شكون قالك اللي هو اسلم على خاطر معناتها مؤمن بالاسلام، بل اسلم على خاطر انت اجبرته على الاسلام، فهمت؟ افكتيف ما اسلم على الورقة، هو معني تدرى عليه تو دخلت قبل قلبه وانت اون بليس الورقة قديدها راني فيق، لو من شيرة يقول لك عقد ديني ويقول لك معناها أهم العقد المدني، بعدك يطلب عليك حاجة مدنية باش تعمل بها العقد بتاعك، معناها اسم غمال هذية ولا مش فاهمة أنا، والله مش فاهمة. أن توكا بها سما بوان آخر اللي في حكاية هذية المخياج ما بين المسلم، وأن بليس حكاية أنه المسلم حتى التونسي حتى كيبدأ مش مسلم ما يطلبوا عليه لا ورقة لا زوز. طبيعي أنا هاني عرست عام 2007 وما نيش مسلم ولا طلبوا عليها لا ورقة لا زوز، ومانيش مسلم وملحد. افكتيف ما ريتش معروف ملحد. والله هذي نشوفه راسيزم. فهمت. أنا نشوفه راسيزم ضد مساكن أشقائنا كما يقولوها لزغطية. سيديو راسيزم معناها مساكن، وأنه يجي واحد يعرس وأنه يستحسن على كلامهم هم كامل نصدينه، يقول يترسلوا معناه يعمل في الأوراق والكذا، واحد تونسي ما يقولوا له شعب الورقة. مش راسيزم هذا يا كريم. أي عنصري يا عنصري، يعني كده تونسي ولو حتى ملحد ما يطلبوا له حتى ورقة. وتلقى مثلا تلقاه ساعات مثلا فرنساوي ولا طلياني تلقاه مسلم بالفعل ويطلبوا له باش يعمل ورقه. يعني هو يقول لك اللي هو يقول لك اللي الزواج في الاسلام هو موده وحب، ما نعرفش انا ما فين هذا الحب، وهو الاسلام يؤمن بتعدد الزوجات. يعني هذا معناتها كيفاش معناتها هو يتكلم على محبه وود وكذا، يعني شوف هو المغالطات كيفاش يعملها، فهمت؟ يعني يتكلم على علاقة من بين امرأة وراجل، وفي نفس الوقت هو يعرف ان الاسلام يسمح بتعدد الزوجات، يعني تنجم تاخذ زوز وتنجم تاخذ 10 ملك يمين. فين الحب هوني؟ فين الحب؟ فين الحب؟ بس مغالطة مغالطة أخرى، قال لك الزواج في الإسلام مبني على الحب والمودة والكذا، معناها هو أول حاجة اسمه عقد نكاح ما اسموش زواج، هذه كلمة متسلفها كالعادة مجمعة بتاع المدني وحطها معناها عملها اسقاط مباشر في عقد النكاح. ونرجع لنفس الحديث نتاع الرسول اللي حكيت لك عليه قبيله بتاع تزوج الولود والودود وذات المال وذات الاخلاق والاخره، معناها هذيك خير شويه معناها. اما معناها بالحق حتى في العقليه الاسلاميه يجي مراه مثلا ما تجيبش صغار ما عنده ما يزمر بها رجلها، شفتش تو واحد مسلم معناها للنخاع وعنده مرته ما تجيبش صغار خليها، والا خليها وما يجيبش عليها امراه اخرى باش يجيب منها صغار ولا حاجه هكا. هذه مبدا الحب راه ويحبك على انت كيف ما انت، والحاجات هذوما مش موجوده في عقد النكاح، خاطر اسمه عقد نكاح تو سامبلومون. لا مش موجود العقليه من اولها لاخر الحاجات هذيا. هو حق الفراش، يعني انت في الحقيقه تدفع المهر وتتزوج لكي تنكحها، فهمت؟ واضحه هذه الامور في الاسلام. هذاك علاش المرأة في الاسلام ما عندهاش الحق تمتنع عن زوجها، يعني عنده الحق يغتصبها، فهمت؟ ويجي هو يقول لك اللي الاسلام موده ومحبه وكذا، كيف هي المحبه؟ وكان ما حبتش سامحني، وكان ما حبتش تضربها زاد واضربوهن، هذا ما يذكروش هو ما يذكروش علاش؟ اي نتاعك اذا خفت ترنا نمشوا زهرنا. كما الحديث هذاك حتى كان لقيتها على شو اسمه على التنور ولا شنو؟ التنور اي حتى على التنور، حتى حاملها الازار، حتى على التنور، حتى حائض، حتى حائض تنجم تعمل لها الازار وتفاخذها عادي، فهمت؟ اي انا حتى وحده تتوجع معناها ربي يعلم بها عندها البي ام اس معناها ولا مش عارفه انا عندها اللي غيقل ولا الله اعلم بها، معناها تقوم تفخذ فيها تو هي في المود للمخافضه من نصله، تو تحسها مش علاقه ما متوازنه ما بين شخصين، معناها تحس علاقه ما بين واحد شري واحده على اساس مهر وخذاها من عند بوها، ما نجمش اصلا يسالها من يطلب يدها من روحها الا ما تبدا سايب، فهمت؟ معناها عند بوها في مخها خمس سلعه سايب شيت، فهمت؟ اصلا انت باخوها من عند بوها ودافع عليها مهر وش عليك شري نعجه، وزيد معناها عندك الحق تهبطها من التنور وتنكحها وتعمل فيها اللي تحب وتفخذ هذا، وهي غيقلي مسكينه ربي يعلم بها معناها ودمومات وحاله معناها، وبليس كو ساكن قالت لك ليله من الليالي تبات الملائكه تلعن فيها، معناها الملائكه ما عندها ما تعمل هابطه هكا من السماوات السبعه قاعده تلعن في فلانه خاطرها ما تحبش تعمل السكس مع رجلها، والله شقول انا، وقال لك محبه وموده هذا. اي هذاك هو المحبه والموده. موده. ديجا هو النكاح ساعات يسميوه معناتها المواقع، يعني يقع عليها كل بغل، فهمت؟ يعني يقع عليها، يعني هذيك هي يعني مجرد معناتها يقع فقط، فهمت؟
يعني باش يوريك معناتها المستوى نتاعو يتكلم على الحب، من فين هو يعرف الحب اصلا للاسلام فهمت، ومن فين يعرف العلاقه الوديه من بين المراه والراجل، وهو يسمح للراجل باش يتزوج عليها وباش يجيب ملك اليمين وباش يعمل اللي يحب وهي ما عندها حتى حق. خلينا نسمع ونكمل ونسمع هذا الدكتور فهمت الكبير مستوى الاكاديميه زغرت يا ولدي يا ولدي، راهو اسمع الدكتوراه باش يبطلوها سيء ما عادش فهمت، خلينا نمشيو نكملوا. انت انا كنت دكتوراه راني بطلت منها راني شنقط اي خلينا نسمعوا شنو يقول. المساله فيها تفصيل بسيط ياسر، هو انه الاسلام لم يبح للرجل الزواج بالمرأة أيا كانت ديانتها، فقط المرأة الكتابية يعني تكون نصرانية أو يهودية، وحرم على الرجال الزواج بالمشركة، قال ربي سبحانه ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. خلينا نحكي على الراجل ساعة يا سيدي، الراجل قال لك معناتها ما عنده الحق ينكح كان او يتزوج، هاكا قال هو ينكح ما عنده الحق يتزوج كان المسيحيه ولا اليهوديه يعني اهل الكتاب، وعلاش الاخرين فهمت اللي ما همش مسيح وما همش من اهل الكتاب اللي يمثلوا تقريبا نص البشريه ما همش عباده؟ ها هذا ظلم للراجل، انك انه واحد يحب هندوكيه ولا يحب بوذيه ولا يحب زرتشتيه ولا يحب يزيديه، انه ما عندوش حق يعرس بها على خاطر سي الاسلام فهمت يعتبرها ماهيش بشر فهمت، يعتبرها كالانعام بل اضل سبيلا. هذا مظلمه، هو لهنا قال مظلمه ضد الرجل. من المفروض الانسان هو الانسان، ما فماش كافر ومسلم، فما انسان هو انسان، اللي يحب انسان لازم يكون عنده الحريه باش يعرس به والحريه باش يعمل اللي هو يحبه ما دام هو بالغ وعاقل. اذا هذه مساله مظلمه اسلاميه ضد الرجل. شنو رايك في المساله هذه؟ effectivement انا بيان سور مظلمه، مش مظلمه اون بلوس، معناها ثم حاجه اللي هما برشا عبيد مش شالقين بها، انه في القران بيدو، معناها ما نحكيوش على حد احاديث ولا حاجه. المظلمه في المساله هذه مظلمه الراجل اكثر من المراه، علاش؟ حتى في الايات اللي استعملهم هو، المراه يقول الرجل والمراه زوز يحكي لهم على قصه تاخذوا رجل مؤمن خير ما تاخذوا عبد، تاخذوا عبد مؤمن خير لكم الرجل المشرك، وهذه مره اخرى يحكيوا على العبوديه فيها انتوكا. وبعديك المراه والرجل يوقف غادي في المؤمنه والمؤمن، بعد تم ايه اخرى هو ما نعرفش ايش بدها، واللي تحدد الرجل لانه ياخذ كان الكتابيه، بينما المراه ما تحدد لهيش، معناها قعدت في المؤمن. اما هم ابيان سيغ حطونا في مخاخ ثاني، المراه زاده ما تاخذ شيء، معناها تاخذ كان المسلم الفانت كوم. وهذه كيف ما قلت انت، معناها ظلم للراجل، علاش علاش ما ياخذ كان كتابيه ولا مؤمنه ولا جو سي با كوا، هو يا خويا يرتاح للمراه هذيك حبها. اون بليس هذايا يتناقض مع الارغيمون اللي يستعملوا بعد، الارغيمون نتاع قال لك علاش هذا يصير، قال لك خاطر القوامه في الاسلام للراجل. دونك هو اللي نجم يأثر في النقطة. سامحني تو نرجعوا لها، خلينا نسمعوا شنو يقول على المراه فهمت، تو فهمنا اللي هو معناتها فما مظلمه ضد الراجل، انه ما عنده الحق يعرس كان بمسيحيه ولا يهوديه، ما عندوش الحق يعرس بغير اهل الكتاب، هذه مظلمه كبيره فهمت الاسلام يقوم بها ضد الزوج ضد الرجل. خلينا نسمعوا نكملوا نسمعوا على المراه شنو يقول، من بعد نوصلوا للنقطه هذيك. تفضل. وقال للمراه ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم اولئك يدعون الى النار والله يدعو الى الجنه والمغفره باذنه. يعني التفصيل البسيط هو بين المشرك وبين الكتابي سواء كان نصراني أو مسيحي. أما بالنسبة للكتابيات فرب سبحانه اللي جعل من الزواج مؤسسة شرعية قبل أن تكون مؤسسة مدنية أحل نساء بني إسرائيل والنساء النصرانيات للمسلمين، قال رب سبحانه اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين. يعني رب سبحانه أحل للمسلمين من الرجال النساء النصرانيات والنساء اليهوديات، لأنه ببساطة المسلم يؤمن بعيسى عليه السلام نبي ورسول،
ويؤمن بموسى عليه السلام نبي ورسول، فأحل الله له تعالى نساء تلك الأقوام. به، عندك رد على هذا الكلام؟ أي بيان سور، عندك ما تقول أنت ولا نتكلم أنا؟ لا تفضل أنت، تفضل. هذا يخص يخص النساء يعني، خلي نقدم سور. لا إيه يا سيدي، قال لك التفسير العقلاني للمسألة هذه. سمع، أول حاجة كيف ما قلت لك روى في القرآن ما ثمش قصة إنه المرأة ما تخوش مسيحي ولا كذا، ثم كان إنها ما تخوش مشرك، ما نعرفش منين جابوها تخو كان مسلم هذه، أطلعها مو من أحاديث ولا حكاية أخرى. ميم سي جو فيريفي سو عن تغنيس جو فيريفي، حتى الشيوخ اللي يسألوهم نفس السؤال يدخلوك من الباب يخرجوك من الخوخة. دونك الله أعلم منين جابوها الحكاية. أما نرجع لموضوعنا، قال لك المرأة المسلمة رجل معناها ينجم يخو غير كتابية، يا ربي كتابية معناها مش مسلمة، يكون مسيحية يا من بنات إسرائيل كيف ما يقول هو، خاطر الراجل يحترم الديانات هذوكم، وعندك في الإسلام الديانات هذوكم معترف بهم، وبما أنه هو قوام عليها من حقها أنه يهز للكنيسيه ويهزها للسيناغوغ، وقال لك معناها شي يحترمها والكذا. كان جاي ساعه يحترمها ان ذا فيرست بليس كيف ما يقولوها، اصلا ما يخوهاش خاطر في دينها اللي هو يحترمه. زيدا عندك بنات اسرائيل ما عندهمش الحق انهم ياخذوا رجل غير اسرائيلي جمله، وعندك زيدا للمسيحيين في برشا مذاهب ما عندهمش الحق ياخذوا المسيحيات غير مسيحي. دونك كي يحترمها يعمل مزيه ما يخوهاش من نصله، ولا يهزها للسيناغوغ لا للكذا. وقال لك في لوتر كوتي دي المرأة ما عندهاش الحق تعمل نفس الحكاية وتاخذ كتابي، خاطر في الإسلام القوامة عند الرجل يا معلم، هو ماهوش مسلم. كيفاش القوامة شيخوها على حسب الإسلام وتكون القوامة عنده هو على المرأة ورجالها وهو من با مسلم؟ كيفاش تقول الراجل ماهوش مسلم وبعد تستعمل عليه أرجيمون إسلاميك؟ تو هذه لوجيك يعني يحكي به الدكتور، سي با نورمال معناه. يقول لك من شيرة هو ماهوش مسلم، وبعديك يقول لك خاطر في الإسلام قوامة عند الرجل دونك تخافوا على دينها وعلى دين ابنائها والكذا. هذه مغالطة منطقية بحتة. واضحة هاي، معناتها هو معناتها الشخص ماهوش مسلم وهو يحب يكون قيم على فهمت على المسلمة. فهمت يقول لك يعني يجوز ان المرأة لا يجوز خاطر فما في الاسلام لا يجوز انك تكون مثلا كيما نقولوا واحد غير مسلم يكون اعلى مرتبة من واحد مسلم، ما دام هي مسلمة وهو مش مسلم ما عندوش الحق يكون قيم عليها. فهمت؟ ورغم اللي لو نرجعوا للحقيقه كي نجي نشوفوا المسيح واليهود اللي ماخذين مسلمات يحترموهم اكثر من مسلم اللي ياخذ مسيحيه، على خاطر هما يتكلم يقول لك اللي الاسلام يعترف بعيسى وموسى، ولكن الاسلام يكفر اليهود ويكفر المسيح ويعتبرهم زوروا الدين نتاعهم. اذا توا المسيح اللي موجودين توا واليهود اللي موجودين توا يتسموا كفار عند المسلمين، فهمت؟ وما يحترموهمش على ضلاله، على خاطر ما يعترفوا صحيح بعيسى ويعترفوا بموسى ولكن ما يعترفوش بالمسيح واليهود اللي ما دخلوش في الاسلام. ولو نرجعوا للواقع وللحقيقه نلقاو ان المسيحي او اليهود يحترم المسلمه، فهمت؟ وما يقلقهاش، بينما المسلم وقت ياخذ مسيحيه يكرهها في روحها ويفرض عليها باش الاولاد يسميهم اسامي عربيه ويفرض على الاولاد انهم يكونوا مسلمين، فهمت؟ وما عندهمش الخيار الاولاد انهم يكونوا مسيحيين ولا يهوديين كما امهم. هذا هو العدل اللي يتكلم عليه الدكتور الاسلامي اللي هو يشوفه وحده العدل، لان يعني العدل مش موجود هذا. يعني اي انسان عنده جرام من العقل او من التفكير يعرف اللي هذا ماهوش عدل، هذا ظلم للمرأة اليهودية أو المسيحية. نبي أصير قلت لك أصلاً كان جاي يحترمها المرأة المسيحية ولا اليهودية ما ياخذهاش من أصله، أوكي؟ خاطر عندك في اليهودية في كلاغينات إنه المرأة لا لا لا، خاطر عندهم الديانة تتعدى من الأم لولدها، دونك من الأم معناها الديانة تاخوها مش من البو، دونك في كلاغينات عندهم اللي المرأة تاخو كان اليهودي، فهمت؟ وأصلاً هو حتى كان خديها ماهوش يحترم، خاطر عنده في مخه عقلية القوامة كيف ما قال هو عنا في الإسلام القوامة عند الرجل. سي نورمال كيف ما قلت أنت ماهوش يخلي ولاده يكونوا مسيحيين، بس ما نقدرش يسميهم أسامي عربية مسلمة، معناها سي تو تافي نورمال خاطر هو في الإسلام يقول لك القوامة عنده، فهمت؟ أون بليس معناها صحيح اللي قلته أنت، تو نشوف فيهم أنا قداش من إنسان نعرفه امرأة نعرفها تكون هي أون غولاسيون مع وإلا معرسة مع مسيحي وإلا يهودي ولا حتى كافر ويحترمها
يقدرها ولا بس عليها، معناها خاطر ما عندوش في مخه عقليه القوامه والشيء هذا، وما عندوش في مخه اللي واحد خير من واحد. وديجا هما اللي يحكيوا عليه قالك نورمال يا اخو يهوديه ولا مسيحيه، يعني هما اصلا يكفروا فيهم الجماعة، يقول لهم سامحني تاخذ مراه تقول لها كتابك محرف، معناها ماكش قاعد تحترم في دينها. تصور انت تو مسلم تاخذ مراه وتقول لك راه كتابك محرف، معناها تحترم فيها تتسمى انت تو مؤمن ايمان قاطع اللي كتابها محرف، وتؤمن ايمان قاطع اللي هما مشركين خاطرهم يثلثوا. مالغري الفكره اللي عندنا احنا على المسيحيه الموجوده في القران غلطه، مش المسيحيين الكل عندهم الثالوث. كي تحكي مع المسيحيين ثم مذاهب، ثم مذاهب تقول لك على الثالوث، ثم مذاهب تقول لك اله واحد وذاك ولده، كل مذهب قول لك معناه ما فهمش مذهب واحد. دونك انت بطبيعتك مؤمن ايمان قاطع من غير حتى لا تسالها اصلا على دينها، ان هي كافر مشركه، يا مشركه بالاله في قصه الثالوث، يا دينها محرف سواء في المسيحيه ولا في اليهوديه. دونك منين جاه الاحترام هذا؟ قالك شي هزها للسيناغوغ والواحد للكنيسيه. انا بيرسونيلمون عمري لا شفت هذا، ولا شفت واحد يتبرت للكنيسيه ولا حاجه. يبدا يسب فيها في قلبه يعني ينافق معاه. خلينا نسمعوه يا سيدي الدكتور ايش يقول. لا تفضل. اما بالنسبه للمراه فهي لا تتزوج النصرانيه ولا اليهودي، لان القوامه في الاسلام هي للرجل اي رئاسه العائله، فالمراه هوني لا تامن على دينها ولا تامن على دين ابنائها في ظل رجل نصراني او يهودي، بينما الرجل المسلم مطالب شرعا باش يهز المرأة متاعه للكنيسة وللدير متاع اليهود لتقيم فرائضها. الرجل في الإسلام مطالب بأنه يحفظ دين تلك المرأة. قال ربي سبحانه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فالمسلم بتكوينه العقدي يحترم تلك الديانات، وإن كان فيها اليوم تحريف وفيها كلام، يحترم تلك الديانات لأنه يحترم الأنبياء الذين أتوا بالرسالات ويروا أن الإسلام هو الرسالة الخاتمة. يعني هذا هو يعني الكلام عاود فيه، فهمت؟ نفس الكلام، خلينا ننتقله للمرحلة اللي بعدها. نفس الكلام، يعني هو قال لك يحترم المرأة ويحترم الدين بتاعها، لكن يفرض عليها أن أولادها يجوا مسلمين. يعني فين الاحترام؟ انت كي تعتبر الاسلام المسيحيه واليهوديه هي ديانات يحترمها الاسلام، من المفروض انك تحترم المراه زاده باش تخلي اولادها يكونوا يهود ولا يكونوا مسيح ولا يكونوا مسلمين، وهذايا مش موجود في الاسلام، لان كما قال هو القوامه عند الرجل، وهذه القوامه شكون حطها؟ مو حطها الاسلام، علاش فما قوامه اصلا؟ وعلاش القوامه عند الرجل؟ علاش ما تكونش عند المراه؟ فهمت؟ وعلاش ما يتفاهموش مع بعضهم؟ هذا تفكير جاهلي عنده 1400 سنة يحبوا يفرضوها علينا توا، ويقول لك هو الحق وهو خاتم الرسل. عندك رد على الكلام هذا؟ ايوه عندي إجابة. علاش القوامة عند الراجل؟ ما هو جايب الصغار معاه في الزهيز، ما عملهمش مع المرأة، دونك سي نورمال يعمل عليهم قوامة هو نترأسهم. سي دو نابورت كوا معناها اون باس بربي. باهي خان باس، هاي العدو اللي بعدها. نقطة قوية شو حكاها توا على السيست، معناها شو قلت لك مخك؟ باش يعمل رابط منطقي عظيم ما بين كيفاش انت كيش تنجم من حقك تاخو واحد غير مسلم، ومن هذاك اش تنتقل انك ترقد مع ابوك وخوك. هذا الرابط المنطقي هذا عظيم جدا، معناها هكش تسمعه. انا باش نسمعه. قال ان يقول: علاش كل هذا الكم من الايات في مساله الاصل فيها انه عقد مدني موثق بين مراه ورجل، ونقول انه هذا هو قلب الموضوع وجوهره. يعني المساله هي مساله دينيه بالاساس، وإلا قد نصل إلى درجة الحيوانية، لأنه كان نكملوا في نفس الفكر هذا، المرأة قد تتزوج بمحارمها. يعني المرأة كما تنجم تتزوج بالكافر أو تتزوج بالنصراني، تنجم تتزوج بوها، وتنجم تتزوج بخوها، وتنجم تتزوج بعمها، واللي رب سبحانه ضبطها في آية: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، الأصناف اللي فصلها ربي سبحانه عز وجل. فاللي مش يتبع الفكر هذا قد يصل بالإنسان إلى درجة الحيوانية والعياذ بالله. تفضل رد عليه وأنا رد. أنا تعقبل تسمع فيها؟ رد انت، خلينا نكمل انا ولا ترد ايه نكمل انت؟ لا لا فوالا، خليني ارد عليه انا بكلمتين ساعه اول بسيطين في المساله هذه. اول حاجه الايه اللي ذكرها ما فماش ساعه، اول نقطه ما فماش في القران، في الايه القرانيه تحريم للرجل ان يتزوج بجدته، فهمت؟ ما نعرفش هوني هل محمد نساها
وإلا إله محمد انساها. يعني حسبها معنت الآية هذه ينجم الإنسان يتزوج بجد، وهذه النقطة. النقطة الثانية مسألة زواج المحارم اللي هو يتكلم عليها، ينسى الحكاية إن هي توا معنتها بالنسبة للملحدين أو بالنسبة للإنسان المعاصر الآن، إن مسألة القرابة حتى مع بنت الخال وبنت العم تعتبر فهمت أقارب، والعلم يمنع هذا النوع من الزواج لأن نتيجة أن الشخص يمكن يكون مشوه، وهذاك علاش نسبة المشوهين في العالم الإسلامي نسبة كبيرة جدا فهمت، نتيجة زواج ببنت الخال وبنت العم اللي هي تعتبر نوع من أنواع الأنساس. أما هو كيفكر بطريقة هذيك، يعني هو كان ما حرملوش الإسلام باش يرقد مع أمه، راهو يقدم معاها. يا ولدي راهو الإنسان ما عادش في الدرجة هذه من الانحطاط، راهو الإنسان كده شابع جنسيا فهمت، ما عندوش عقدة جنسية، ما هوش باش يفكر لا في أمه لا في أخته ولا في عمته ولا في خالته. هذا تفكير إسلامي بحت 100%، لأنه هو مكبوت ولأن الإسلام حرم له هذاك الشيء، فهو لو الإسلام سمح له بهذاك الشيء راهو ينكح أمه وينكح خالته وينكح عمته. إذن هذا ما عادش حبيت نقول، هذا التفكير الجنسي اللي تحت السرة هذا تفكير إسلامي بحت ما يفكرش فيه إنسان عاقل وإنسان متحضر وإنسان إنساني، لأنه هو عنده إنساء العالم كاملة نجم يرقد معاهم ونجم يمارس معاهم الجنس بكل حرية وفي إطار قوانين إنسانية معناتها راقية، مش قوانين البدو والغزو والسطو على الآخرين. تفضل رد عليه. قلت لك موضوع الانسيست هذية موضوع طويل. أول حاجة نبدأ شنية تعريفه هو للانسيست، خاطر كان نحبوا نحكيوا سيانتيفيك ما هو الانسيست هذا يدخل في الكوزا، وخاطر توسكيه لديانة متاعكم فيه تشابه عندكم شانس كبيرة انه اللي مالادي اللي ما ظهروش عليك انت ما موجودين في الأديان نتاعك ويكونوا هما بيدهم موجودين في الأديان نتاع مرتك شذروا الكل في صغارك، معناها اللي هي كسوا مع بنت عمك ولا الكوزان نتاعك جينيرالمون ولا مع اختك ولا مع امك ولا مع جماعه اللي سميهم الكل هو بيدهم. كيف ما حكيت انت نسوا لي غران بارون معناها برا ما مش تبعين السيست عندهم هما، ومعناها أبار انه لازمك دين باش يعلمك الحاجات هذوما سيونتيفيكمون معناها بارلون أبار فاز ان احنا وصلنا سيونتيفيكمون باش نفهموا لي دو بوين دو فيو ADN سي با بيان ان انا اون في دي ريلاسيون سيكسويل مع الناس هذوما اللي ينتجوا منهم اطفال، خاطر شي يظهروا فيهم التشوهات والاعاقات والامراض الجينيه الكل شي يظهروا في الصغار هذوكم. دوميم افيك لي كوزان اللي هما مش مذكورين وعندنا ياسر في العالم نتاعنا ياخذوا لي كوزان نتاعهم والتشوهات والاعاقات عندنا معناها لي ستاتستيك ما عنديش مي نتصور اكثر من بقيه العالم. بهم وحكيت لي غران بارون زيد مش مذكورين ما جو سي با بوركوا زيد هما لي كوزان لازمهم يكونوا مذكورين اما ماهوش مذكورين. باهي نقطه لانسيست فيها زيد موضوع من نوع الغرابه انه نورمالمون الدين اللي هابط من عند اله واحد يحرم الحاجات هي بيدها توتولون دو ليستوار هومان كان هي حاجات تضر بالانسان. نحب نفهم انا في التيوري نتاع الكرياس اللي عند اللي يؤمنوا بالكتب المقدسة الكل الكرياسيون بتاع الناس الكل جت من الانسيست. جت عنا شنو عنا؟ عنا آدم عنا حواء جابوا صغار ثم ميم في الاستواغ بتاع البيب اللي يقولك الوليد بيدهم رقدوا مع أمهم. في الاستواغ الإسلاميك ما فصلوش ميسو كي يسيوغ أموا رقدوا مع أخواتهم البنات ما رقدوش مع أمنات مع أمهم. دونك الانسيست معناها هما يمنوا اللي احنا طلعنا كبشرية من عملية انسيست عظمة معناها يعني كنا جايين من الحكاية هذيك. علاش الحكاية هذيك معناها نورمال خلقوا بها بشرية وبعد تولي لك حرام وننساو لي كوزان ولي غران بارون اللي هما زاد سيانتيفيك ما عندهم نفس الأديان نتاعهم قريب لنا برشا ونجم يظهر نفس المشاكل. أبغسا كيف ما قلت لك المسألة هذه ما تحتاجش دين باش يعلمنا أن ما نقربوش من الناس هذوما خاطر لنا شور بيدها عطات نو باغ اكزومبل معناها دون العمليه لاتراكسيون سيكسويل ما بين لي زيتر هومان ما يلعبش فيها كان النظر والحكايه هذوكم لي زورمون نجمو نشموهم احنا معناها بخشوماتنا مي اون بو با لي ديتيكتي معناها كونسيامون مي في الانكونسيون تاعنا هذوكم ياثروا على اختياراتنا. لي زورمون نتاع توسكي امراه ولا راجل يقرب لنا في الاديان نتاعهم سورتو السيستيم ايمونيتير نتاعهم
كيما السيستيم ايميونيتير نتاعنا ما نقبلوش بهم، ما ننجذبو لهمش جنسيا، حتى يبدا ما يقرب لكش، يبدا انسان عنده بريسك نفس السيستيم ايميونيتير انت ما تقربلوش جنسيا. علاش؟ هذه سيتون فاسون ناتور عملتها باش الناس تتزوج تعمل صغار عندها سيستيم ايميونيتير يكون ميكس يكون اقوى باش يجيبوا الحياه ونواصلوا فك السورفي نتاعنا فك معناها انا الحياه تتواصل بخير. فهمت كيفاش؟ معناها مش محتاجين احنا للقوانين الدينيه تخلينا ما نقربوش من الناس هذوما ناتوريلمون، ما احنا اصلا ما عندناش ليهم اتراكسيون بور لي ريزون هرمونال اللي حكيت عليهم. فهمت؟ الا المعقدين طبعا واللي مكبوتين جنسيا. وحاجه اخرى نزيدها انا على المساله هذه، حاجه اخرى نزيدها على المساله هذه هي مساله اخلاقيه. واحد حتى مثلا وحده تربى معاها توا الاسلام، في بالك بعد الاسلام يسمح باش تستبنى طفله من بعد وقت تكبر تاخذها تعرس بها. فهمت؟ يعني هذا معناتها انسان مثلا من الصغر بتاعه تربى مع واحده اللي هي معناتها ماهيش اخته، يعني معناتها كيما نقولوا اخته بالتبني، عنده الحق يعرس بها في الاسلام، على خاطر هوني الاسلام يمرش بالاخلاق الانسانيه. كي واحد حتى جارته تعود عليها وعاش معاها، من الجمش نفسيا انه يعمل معاها مثلا الجنس، بينما تشوفوا مثلا محمد، فهمت، بنت ولده خذاها، فهمت، بنت ولده اللي متبني خذاها، قالك حقها باش يحرم التبني. يعني باش يوريك اللي ما فما حتى اخلاق في الاسلام، وان ما فما كبت جنسي وتعدي على المراه وعلى الانسان بصفه عامه. خلينا نسمع بقيه الكلام نتاع الدكتور. نحب نكمل نقطه واحده بربي سامحني. اللي تقولك هذوما نتاع الاساس التقاهم ياسر في العالم الاسلامي نتاعنا، وديجا كل مره تسمع بهم هاو يجيوك البرامج نتاع مصر هذوكم اكسيتيرا وتزير اكسيتيرا البلدان معناها العربيه المسلمه الكل، تسمع بك الحالات نتاع الاساس ماهيش هذاك من الكبت. ما اخي انسان يتكبت اللي يولي يخدم كونتر سا ناتور، الناتور اللي انا فسرتها تو هرمونال، يولي يخدم كونتر ويولي نورمال، معناها يرقد مع بنت ويرقد مع جو سي با كي، الانسان يدور معاه في الدارهم في القوت نجل كامل. اوكي، المرأة لازمها تكون مستقلة، لازمها مستقلة معناتها في مسألة الطلاق، في حقها في فهمت في الإجهاض، في حقها في معناتها في كل القوانين. اختي قدمنا مسألة الإجهاض ومسألة الطلاق، وتو بعدنا على المساواة، لأنه ما نجمش نطالب الرجل بالإجهاض. هوني دخلنا اللب الموضوع، أنه المساواة الهدف متاعها هو التحرر من القيود متاع الضوابط الشرعية والأحكام الدينية. حينما نتكلم عن الإجهاض، الإسلام ينظر للمسألة على أنها قتل نفس بريئة. حينما نتكلم عن الطلاق، الإسلام ينظر إلى فسخ ذلك العقد الميثاق الغليظ الذي ربطه بين المرأة والرجل. شنية الأحكام اللي تنجم تترتب عليه من أحكام النفقة ومن أحكام الحضانة ومن أحكام الرضاعة اللي العقل البشري عاجز على أنه يعطي فيها تصور متكامل، لأنه الحكمة الإلهية والعدل الإلهي يفصل المسألة تفصيلا، فلم يجعل المسألة في يد الرجل إطلاقا. كما يقول البعض أن الرجل بكلمة ينجم يطلق، وهذا مش صحيح، لأن الطلاق فيه الطلاق البدعي وفيه الطلاق السني. المرأة لا يجوز طلاقها أو لا يصح بأن يكون سنيا في فترة الحيض أو في فترة الحمل. كيف المرأة لها أن تخلع الرجل. وبالمثل القاضي قد يفسخ عقد الزواج في صورة مفسدة كبرى ترتبت عن علاقة المرأة بالرجل. كل هذه المسائل يتم اختزالها في أنه إعطاء حق المرأة للطلاق أو إعطاء حق المرأة في الإجهاض، وهذه مغالطة أخرى. تفضل. ترجع أنت ولا رجع أنا؟ والله انا نحب نحكي فيها مواضيع دوما خاطر يخصوني بطريقه مباشره اوتونك مرأة. دونك باهي نبداو بحكايه باهي انا خاطر مساله الاجهاض هذيا فيها تطويل معناها، دونك حبيت نبدا بمساله الديفورس خاطر عندي فيها كلمتين وبرا بما اني مانيش فاقيها ولا مانيش متفقها ياسر في الدين. اما عملك مغالطه معناها او موا جو ديتيكتي المغالطات لوجيك، عملك مغالطه قالك سي با فغي راهو في الاسلام تنجم تطلق بكلمه ولا ليه، خاطر ما تنجمش تعمل العمله هذه كي تبدا هي ريغلي والا اونسانت. اي مش معناها هذا، اعطيني دو اكسبسيون معناها لو كان جينيرال سي فري تنجم تطلق معناها مراه مسكينه تقوم تطلقها معناها بعد عمرها معاك جوست معناها ما تطلقيش وهي ريغلي ولا وهي اونسانت، معناها يعطيه الصحه معناها قال لك سي با فري مي عطاك دو اكسبسيون دونك خلا جينيرال اللي هو فري تو فوا باهي. اون بليس طبعا انا نقطه سمعتها اللي انا معناها هذه نقطه فقهيه دونك مانيش ندخل فيها ياسر، ما ظهرت لي انه القاضي عنده الحق يطلق
زوز من بعضهم ان كوب اللي يطلقوا من بعضه جوست كتصير مفسده كبرى، ولا ما فهمتش معناها هذه مفسده كبرى. انا حق يجي انسان يطلق كوبل بنا حق. ينجم مفسده كبرى مثلا المراه ينجم يطلقها القاضي، فهمت؟ مثلا كي راجلها يكفر ولا يرتد على الاسلام، فهمت؟ يعني المراه تنجم تطالب المراه المسلمه عندما راجلها مثلا يرتد على الاسلام ولا يخرج على الاسلام، تنجم الطالب بالطلاق والقاضي ينجم يطلقهم على خاطر راجلها ما عادش مسلم، فهمت؟ والا فما حالات اخرى. مش تطلق، مش ما تنجمش تطلق وحدها. ما تنجمش تطلق وحدها، لازم القاضي هو اللي يطلقها، يعني تمشي للقاضي تقول له مثلا الرجل هذا ما يكفينيش جنسيا، فهمت؟ وتثبت الادله اللي هو ما يكفيهاش جنسيا، والا مثلا تقول الراجل متاعي مثلا منافق كافر، والا خرج على الاسلام ولا ما يصليش، فهمت؟ هذه هي بالنسبه ليه المفسده، المفسده انك ما تطبقش الاسلام، فهمت؟ هذه بالنسبه، ولا مثلا تقول الراجل هذايا ما يصرفش عليا، فهمت؟ هذم هما بالنسبه ليه هي المفسده، غير هذايا الشيء ما عندهاش الحق المراه تطالب بالطلاق، بينما الرجل كما قلت انت ينجم يطلق المراه باهي يستنى توفى الحيض نتاعها ويطلقها، يستناها تولد هوني. المسألة نتاع تبدا مع حبلة ما ينجمش يطلقها حتى تجيب الوليد، فهمت؟ على خاطر الإسلام يهم الأولاد باش يحارب بهم ويبعثهم للجهاد وللقتال، ولا النساء باش يعرس بهم وينكحهم. إذا هنا يخزر هو من وجهة نظر مادية بحتة، لأن الإسلام لا يحتوي على روحانيات، يعني الإسلام الرسمي الأرثوذكسي لا يحتوي على روحانيات تحترم الإنسان كإنسان أو تحترم المرأة كمرأة. اما مساله هو المساله الثانيه على نتاع مساله، يعني شوف كيفاش في الاول كيفاش قال لك هنا بدينا توا بالمساواه وتوا بدينا ندمروا في الاسره. يعني هو كي واحد ما فكرش مثلا نقطه مهمه، انه مراه يا سيدي ما عادش تحب راجل، يا سيدي الراجل يصرف عليها ويكفي فيها جنسيا، لكن ما عادش تحبه، تحب واحد اخر. سالها انت في الاسلام ما عندهاش الحق الطلاق، بينما الراجل يحب واحد اخرى عنده الحق يعرس عليها وعنده الحق يطلقها زاده، فهمت؟ يعني هذا هو المغالطات اللي هو يعمل فيهم. هذه النقطة الأولى ما يخص الطلاق. أما من ناحية الإجهاض قال لك الراجل ما ينجمش يظهر. أما بالنسبة للإجهاض ينجم يجهض الراجل. خليني نقول لك، قال لك معناتها بالنسبة للراجل ما ينجمش يعمل الإجهاض. علاش ما ينجمش يوافق على الإجهاض؟ فهمت؟ يا أخي لازم هو يعمل الإجهاض باش يتسمى إجهاض. قال لك معناتها هذا باش يوريك اللي فما فرق من بين المرأة والراجل. واحنا كما قلت انا من الفيديو السابق والفيديو هذا، ماهيش مساله تركيبيه، احنا نتكلموا على الحقوق، حقوق المراه في الطلاق، حقوق المراه، فهمت؟ في الاجهاض، معناتها ماهيش مجبوره باش راجلها يصح لها باش هي تعمل الاجهاض، فهمت؟ على خاطر تو مثلا في تونس ولا في بعض الدول يعني تنجم تعمل الاجهاض، ولكن لازم الراجل يكون موافق، يعني هي ما عندها حتى سلطه لان هي تحت سيطره الراجل كليا. وهذه القوامة اللي جعلها الإسلام واللي يفتخروا بها واللي يقول لك معناتها الرجال قوامون على النساء، هي مظلمة للمرأة. علاش الإسلام جعل القوامة على المرأة، فهمت؟ للرجل، سواء كان خوها يكون قيم عليها، سواء أبوها، سواء زوجها، يعني المرأة عبارة على إنسان قاصر ليس لها خيار أصلا. تحب تزيد حاجة على الطلاق على الإجهاض؟ الإجهاض بيان سيغ نحب نحكي عليه برشا، بنحكي عليه ملخص، يعني فهمت؟ يعني انا توا عندي مثلا وليد معاق ولا حاجه ولا مثلا، ولا ما نحبش، مانيش قابلته الوليد هذاك، يعني هذا حق من الحقوق، فهمت؟ هي بدنها تعمل فيه اللي تحب. اعطيني وجهه نظرك في المساله هذه. أبر مساله الحقوق واللي ثم ديكا لازم المراه تجهض فيهم، يا يكون صغير مشوه كليا، يا تكون خر على صحتها، تكون امراه حب بلت ما يبدأنها ما يتحملش لحبيلة، فما برشا دي كاميديكال اللي المرأة لازمها تجهض فيهم، ما فيهاش كلام. بي نرجع لمسألته هو كيفاش قالك علاش الإجهاض، ما هو من شيرة يقول لك معناها تنجم تحكم العقل، ومن شيرة تنجمش تحكم، وعاد السيد تحكم العقل قالك توا وقالك الإجهاض حرام، علاش؟ هذا ما عندناش الحق نقتلوا نفس بشرية، باهي اللي هي حاجة نجم نتناقشوا فيها ياسر، في أنه الإسلام قالك ما النفس البشرية، مي شنو هو تعريفه للنفس البشرية الساعة؟ شكون قال له اللي الحاجة اللي في وسط المرأة في الوقت هذاك الجنين من أنا وقت يولي يعتبر نفس بشرية ولا أصلا نفس؟ مي ساعة شنو
ما مفهوم الحياة شنو حاجة حية معناها the point of view scientific معناها خاطر كي نجيونا نرجع point of view متاع الإسلام يظهر لي مرة سمعت حديث يقولك الروح تنفذ في الجنين بعد 40 يوم اللي هو ما نتصورش هذا حكم جاي من 40 سنة خاطر ثم عنا في الميديسين ثم دي بوان معينين في حياة الجنين يصيروا فيها تطورات معينة ما بين لي بوان هذو ما مثلاش بوان تصير بعد 40 يوم منين جات حكاية 40 يوم عندك أرستقراط اللي هو معروف هو اللي جاب التيوخيم هذايا قال 40 جور بوغ لام بوغ البيبي ذكر و 90 جور بوغ البيبي أنت باش تظهر فيهم الحياة فهمت كيفاش في نفس التيوخيم اللي جابوا على حكاية كيفاش الحياة تتحول من الحياة فيجيتال الحياة أنيمال الحياة معناها ريزونابل دو ريزون اللي هي الحياة الإنسان أن توكا النقطة 40 يوم جيت من حكاية أرستقراط ونسي باش يحكينا على 90 يوم اللي زاد قالها أرستقراط أن توكا نرجع للبوان تاع شنو هي تعريف الحياة تعريف الحياة سيانتيفيكمون أو موا اللي هو كائن ولا مجموعة خلايا تستعمل في الانرجي وتنجم تتكاثر وتنجم تعيش معناها لايف سستيني معناها تعيش برا من الأورغانيزم اللي هي فيه معناها قادرة على انها تحمل الحياة معناها بحد ذاتها مش محتاجة انها تكون عايشة كما الفيروس باغ اكزامبل الفيروس عندهم الار ان اي والدي ان اي اللي هو موجود في السيلول الايمان الكل مي الفيروس من مش يعيش برا من السيلول لازم يعيش في السيلول على حسابه هو معناها اي حاجه فيها دي ان اي يحب يسميها حيه معناها نورمال معناها ثم دي فيروس ديجا يدخل في دي سيلول مورت تبدا سيلول ديجا مورت وهو يدخل في وسطها ويردها حيه معناها نردوا نسميه الفيروس روح مثلا ولا حياه ولا مش عارفه انا شو نسميوها ان توكا وحتى في مساله الجنين وقتاش نسميوه حي نجمو نعتبروه من ما بين 6 و 7 جمعات وقت اللي قلبه يبدا هذه مش علامة وجود حياة ديجا خاطر القلب معناها الدقان نتاعو يجي من المخ اللي هو حاجة معناها كيف ما نقولوا دي سينيال إلكتريك ما يتحكمش فيهم الإنسان يخدموا أوتوماتيكمون ثم ما بين 16 و 17 جور وقت اللي يبدأ الجنين 16 و 17 سمان وقت اللي الجنين يبدأ دوما يتحرك يمكن وقتها نجمو نحكيو على أنه ولا حي معناها ما سي با سور خاطر الحركات هذوكم ينجموا يكونوا حركات انكونسيونت من كيف ما قلت الزيال الالكتريك اللي بداو يتكونوا في مخه كيف ما عندنا كتجربه نتاع جران الميتا وساقه تتحرك تتمسها بالالكول معناها سافو با ديغ هي حيه وثم معناها اخر حاجه اللي هي قصه معناها بعد 20 سمين يظهر فيه سينيال الكتريك من القوه فين والفرونتال كورتكس اللي هي في المخ تبدا تتكون من القوه فين انه ما نجموش نحكيه على حياه زاده في قصه بعد 20 سمين خاطر السينيال الكتريك ما يدلش على انه الإنسان قاعد يفكر وإلا ينجم يعمل حتى شيء خاطر ما كيفاش نعرفوا إنسان يفكر وإلا حي ولا جو سي با كوا سيانتيفيكمون إنه المخ مش يعمل كان السينيال الكتريك المخ يعمل للموجات الالكتريك لي زوند هذوكم تاع الجاما والدلتا والإكسيتيرا والجنين مازالوا ما ظهروش فيه هذوما بعد 20 جور دونك مسألة وقتاش نحكيو عليه حي هذوما حتىش وصلنا توا 20 سمين في 20 جور توا واصلين توا 20 سمين ومازلنا ما نجموش نحكيو على حياة فهمت كيفاش؟ شيء طبيعي معناها حتى بالدليل الدليل متاع انه خاطر ما نقطوش حاجة حية يعني يقول لك انا سيونتيفيك مو باهوش حي دونك تنجم تنحي حتىش البان سمين وموا تنجم تنحي وحتى سمين قليتهم من شهرها اي وحتى كان حي نفترض انه حي خاطر حتى سبيرماتوزويد حي راهو كي تجي تشوف فهمت؟ اي العدد على كان نعتبره زاد سبيرماتوزويد حي على كل ماستورباسيون انت تدخل لجهنم فوالا يعني نقتلوا ملايين العباد فهمت نفس الشيء أيه. اما احنا كي نحب فوالا وقت احنا نكملوا معناتها لو نمشيو بالمنطقه نتاعو قالك معناتها كائن بشري الكائن البشري يحدد ليس بالحياه يحدد باللا كونسيونس فهمت وما نتصورش حتى في اللي حكيت لك عليه انا فوالا لا كونسيونس شي لو بيبي تظهر تقريبا في الشهر الخامس ولا السادس فهمت ما نعرفش فانا شهر بالضبط اما مرحله متاخره جدا فهمت لو نحسبوا الانسان انسان بعد 20 سمين تظهر هذيك 20 سمين يولي نجم يسمع الموسيقى البرا ينجم يسمع كلام امه يسمع كلام بوه فهمت بينما الاجهاض يوقع قبل هذيك الفتره فهمت تقريبا في شهرين فهمت يعني 8 سمين تقريبا فهمت يعني هذا اللي يقع عليه الإجهاض هو صحيح يمكن حي ولكن لا هو حي هو بالفعل حي ولكن ما هوش كونسيون ما هوش كائن بشري
ما هوش كائن بشري. خلينا نسمعوا القيم تاع الفيديو نتاع نحكيوا على الحيوانات كيف ما قلت انت، السبرماتوزويد حيين، الفيروس اللي يدخلوا في السيلول ويحيوا لوفيل 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 حي، هي كل سيلول في بدنك حيه، معناه ما عندكش الحق انت تو مش عارفه، انا مش عارفه لي سيلول تنحيهم، انا مش عارفه باي طريقه، ولا تقص ضوافرك ولا جو سي با كواي، اي سيلول حيه فيك تتنحى، ما سيئه قتلت نفس بشريه ولا ما عملت الاحتلام ولا شسميه ربي هذيك نفس بشريه، سي با نورمال اللي يحكي فيه، سي با نورمال يعني ما فما حتى لوجيك، سي با لوجيك على كائن بشري، كان على كائن بشري كما قلت 20 سمان باش يولي كونسيون، فهمت؟ وهذيك معناتها عمليه حتى الاجهاض تولي صعبه جدا، فهمت؟ ماناش نحكيو على المساله هذيا، هو حق، اي هو حق، حق هو ما يعرفش شنو معناها حق، فهمت؟ حق ما يعرفش، هو يعرف كان حق الاسلام، يعني مثالش المسلم يقتل الكافر هذا حق، فهمت؟ يعني يقول لك مثلا ان الله معناتها معناتها النفس معناتها محترمه في الاسلام الا بالحق، يعني لا يجوز قتلها الا بالحق، شنو هو القتل اللي هو يسميه حق؟ هو انها تكون كافره ولا محاربه ولا مرتده ولا معناتها معناتها ولا امراه مثلا كما يقولوا هما زنات يرجموها، هذاك قتلها يولي بالحق، يعني هما التفكير نتاعهم هو تفكير اسلامي بحت، هذاك الامور بتاع الاسلام طبقوا على روحكم انتوما، شو بدخل العباد؟ احنا تونس دوله مدنيه، ماهيش دوله تحكم فيها الشريعه، لازم هو يفهم هذا الشيء، هو يحكي مع ناس، فهمت؟ لازم يحكي معاهم، ما يحكيش معناتها من الشريعه الاسلاميه، الشريعه الاسلاميه تخص الاسلام، فهمت؟ يا سيدي يجي نعملوا حاجه، نكتبوا في بطاقه تعريف شكون يحب يطبق الشريعه الاسلاميه، نطبقوا عليه الشريعه الاسلاميه، واللي يحب يطبق القانون المدني طبقوا عليه القانون المدني. تو الشعب التونسي الكل يكتب القانون المدني على خاطر القانون نتاع الشريعة الإسلامية قانون لم يعد صالح لا في هذا الزمان لا في المستقبل. خلينا نكمل ونسمعوا الكلام. اللهم صل على النبي. تو خرجنا من المساواة بين المرأة والرجل لتدمير وضرب مؤسسة الأسرة، هذه المؤسسة اللي إذا كانت ضربت تضرب المجتمع وتم نسف الأخلاق والبنية المتكاملة متاعه. حينما نتحدث عن الأسرة قد نشبهها ولله المثل الأعلى بالكون هذا، قال ربي سبحانه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني الأسرة تولي لو مثلنا بالكون البو يحب تصب مطر الأم لا تحب العجاج. خلينا نرجع عليها، أنا خليني نرجع عليها أول حاجة على المسألة هذه، هو يربط في الأخلاق بالإسلام، ما نعرفش الإسلام فين جاب الأخلاق، هذا الإسلام اللي يستعبد في الناس ويتعدى على حقوق المرأة يعتبر فهمت أخلاقي. الأخلاق الآن هي أخلاق تمشي بالمنطق وبالعقل وبالتوافق بين المجتمع، هذه هي الأخلاق. أول حاجة بدينا بالمساواة بين الرجل والمرأة وطوى باش ندمروا الأسرة، علاش الرجل هو اللي يحكم؟ بأي حق الرجل هو اللي يحكم؟ فهمت؟ هذه هي المسألة المهمة، علاش ديما الرجل في كل الحالات في الإسلام هو اللي يقيم على المرأة؟ هذه هي المشكلة. من بعد جي أضرب لك مثل، ان كان معناتها زوز الهات يعني توا واحد يحب يشتاوح، علاش هذوما زوز الالهات تسخبهم بشر تشبه في اله بانسان كيفك؟ يعني من المفروض ان الاله فهمت يكون اعلى مرتبه واعلى وعي واعلى تفكير من التفكير بتاعك انت. في الحقيقه هو ماهوش يضحك على المثل، يضحك على روحه لكن ما يشعرش اللي هو قاعد يضحك على روحه، على خاطر هو هنا عمل شرك لله وشبه الاله بالبشر. هذه حاجه. ثم ربط يعني مسألة الأسرة بالكون وكل شيء، يعني هذه المسألة معناتها غريبة جدا يعني في التحليل متاعه اللي هو معناتها تحليل غير منطقي أصلا، هو قال لك لا لازم يكون فما قيم، أي باهي أوكي هاي نمشي معاك أنا في المنطق هذايا، علاش مش المرأة تكون قيمة؟ علاش مش المرأة تكون مسؤولة؟ علاش الرجل هو اللي يكون مسؤول؟ بأي حق تعطي للرجل فقط المسؤولية وتنحيها للمرأة والمرأة تجعلها ديما تحت رحمة الرجل؟ ولا هذا يعني بصفة عامة حبيت نرجع الكلام هذا. عندك رد على المسألة هذه؟ بيرسونيل مو أنا شفته يتفكى هكا والله. أول حاجة عمل مغالطة منطقية واحدة أخرى، يعني أنا أتبع في المستوى الأكاديمي اللي تبارك الله متاعه كيفاش كعبة المنطق عنده، معناها سون كومنتير، قال لك اللي الكون قالك ساعة تدمير الأسرة ولا شنو كي شنعملوا المساواة، مش فاهمة مني جابها القصة هذه، عرفت جاب لك conclusion من غير أناليس، وبعديك جاب لك حاب يعمل أنالوجي أنتخ الكون والأسرة اللي هي أنالوجي ما تجيش، تعرف علاش؟ خاطر هو قالك الكون قائم عليه إله واحد وكان جيب فيه زوز
ليها يفسد. باهي عزيزي الاسره ما يعملهاش واحد بركره، لازمها ان كوبل الاسره باش تتعمل. معناها عمري لا شفت راجل انا هكا مستوربة طلعت له عائله. معناها الاسره لازمها ان كوبل باش تتعمل. دونك لنا اللوج اللي عامله هو للكون ساعه غلط من اصله بتاتا، معناها منطق هي غلط ما تنجمش تعمله، خاطر على حسب فكره هو الكون جاي من اله واحد، والاسره بيان سور ما تجيش من حاجه واحد او من انسان واحد ولا من سي با كوا واحد. دونك الاسره من مقوماتها لازمها ان كوبل سو كي سور. معناها نحكي على الاسره بالمفهوم اللي يحكي فيه هو بيان سور. دونك الاكزامبل اللي عمله ولا الفكاهه اللي عملها كلها منطقيا ما تركبش على بعضها. وكيف ما حكيت انت سوبوزون معناها للتشبيه نجم يكون انتر الكون والأسرة، معناها والوحودية متاع الإله نجموا نعملوا لها الانالوجي متاعها في القيامة متاع شخص واحد من الكوبل هذيك على الأسرة. بوركوا الرجل؟ بوركوا مش المرأة؟ ملغي للمرأة في تكوينها للأسرة عندها أكثر دور في أنها مثلا تحبل وهي تجيب صغار وهي اللي ترضع وهي اللي تذهب برشا حاجات. دونك هي في دورها في تكوين الأسرة هذيك معناها ما نحبش نقول أكبر من دور الرجل، ما عندها دور مهم برشا. معناها دونك منين جات القوامه نتاع الراجل؟ معناها جوست هو الراجل اوفانت كونت لا في لامور ولا لا في دو سيكس معناها بوندون ليلا، والمراه هي اللي حبلت 9 شهور وجابت واكسيتيرا اكسيتيرا. القيامه منين جات؟ سامح تاع جاته من عند نفهم انا علاش هو لازم يكون الرب الاسره. ما هو جوست ما قال لك القيامه هذه معناتها الراجل قيم جات من عند الله اللي عارف كل شيء واللي فاهم كل شيء واللي هو يعرف كل شيء. فهمت؟ يعني احنا ما نجموش قال لك نناقشوا اوامر الهيه. فهمت؟ رغم اللي هو ما ثبتناش اللي هذا الكلام جمع عند الله، وانما هو يعتقد اللي هو من عند الله. وفرضنا لو هو من عند الله وهو يعتقد، يا سيدي طبقوا على روحك، شو يهمك في الاخرين؟ راهم التوانسه الكل مش مسلمين. فهمت؟ وان بليس معناها قال لك تصير مفسده وتدمير للاسره كي الام والبو يحكموا. الا سامحني، ومعظم العائلات نتصور التونسيه وانا منهم جاي من عائله امي وبابا يخدموا وزوز حكموا يعني معناها هو زوز يتصرفوا في الدار. معناها ما عنديش كونسيبت رب اسره ورب اسره ولا جو سي با كوا. في بالي بهم جابوا لنا زوز مع بعضنا، لا واحد جابوا لنا في الجهاز وحده وحكموا فينا زوز وصرفوا علينا زوز، وانا مانيش مدمرين. عائله متماسكه لابس علينا، نحبوا بعضنا، امورنا واضحه. ومعظم العائلات التوانسه هكايه، معناها تلقى الام والبو زوز يخدموا زوز يصرفوا زوز يحكموا في اولادهم. وعندنا ياسر فازت معناها تسال امك تقول لك برا البوك، ولا تسال البوك يقول لك برا تسال امك. معناها حاجه مش من مجتمعنا اصلا. هلا اللغه اللي هو يحب يفرض عليك. ما شفتش انا تدمير في اسرتي بيرسونيلمون، نحبوا بعضنا امورنا واضحه. برشا اسر نعرفها هكايا الام والبو يحكموا يصرفوا الزوز مع بعضهم، ساعه امورهم واضحه اكثر من الاسر اللي يكون فيها رب الاسره. هذا تبدا المراه ترعش منه والصغار يرعشوا منه وما يحبوش بعضهم وما يحترموش بعضهم، وفيت خايفين من بعضهم. سي كوا ساهي عيشه هذه اسره هو يحب يعيش في اسره هكا يوافقوا بعضهم يكذبوا. بيان سور كي تخاف من انسان تولي تكذب عليه وتنافق فيه، ولا واحد يعرف حقيقه الاخر ويعيشوا كيكا. معناها كل واحد انديفيديو عايش في عالم واحد مسكر على روحه وقدام الزوتر مومبغ يظهر روحه هكا جابارتيان وبرا. فهمت؟ بالعكس اللي دام الاسره هو المفهوم هذا نتاع رب الاسره وجماعه الكل تترعش منه معناها وخايفه منه حاله. ولا رب الأسرة هي جاية من رب الواحد نفس الشيء. فهمت؟ يعني التفكير هو بيدو، يعني كي تجي تشوف فهمت الرب الأعلى اللي هو إلههم اللي يخالفوا يدخلوا للنار، اللي يطيعوا ويذلوا وينافقوا يدخلوا للجنة. هذا هما يشجعوا على النفاق. يعني هو بحد ذاته هذا فهمت شخص منافق، على خاطر هو من قبليك من البداية الفيديو يقول لك يسترزقوا. وشوفوا هو كيفاش فهمت كان يقولوا له طب ما نخلصوكش باش تعمل البرنامج طب ما يعملوش. فهمت؟ يعني المستوى هي حشيمة الرقص هو كالكوستيم معناها جاي جايبها من 1400 سنة التالي. أي. كانوا يخيطوا كيكة والبرنامج عمل فيه على رحمة الوالدين. اللي كان ميغاز إذا شارينهم الكيك على رحمة الوالدين، كل شيء على رحمة الوالدين معناها. ما يبغوش يسترزق قاعد حتى ترى. لا مش يسترزق، هو يعمل الله في سبيل الله. باهي خلينا نمشي نكملوا الفيديو. وبالطبيعة مازال الخير على قدام. تو نحكيو على اسناد اللقب العائلي، كيفاش يصير صغير يتسمى باسم امه مش باسم ابوه، ولا نعملو عام بعام في ظل السلطة الأبوية المشتركة، عام باسم امه وعام باسم ابوه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. المرأة لازمها تفهم حاجة، معناتها بالراجل ولا بلاش تنجم تعيش، ماهيش مجبورة تكون مع راجل. تنجم تجيب وليد معناتها خارج إطار الزواج وتربيه على روحها وهي حرة. جينا هاشي تو، الهدف مش المساواة بين المرأة والرجل،
الهدف هو انه بالراجل ولا بلاش تنجم تعيش. وش كان عليها كان جابت صغير البرة من اطار الزواج ورباته وقتها تولي الام العازبة، وقتها مش عجب نعطيوها جراية ونفقة ونفرح بها. هون يا ربي سبحانه يسمي الشيء هذايا يسميه زنا ويسميه فاحشة ويسميه فساد. الفساد في زمننا هذايا اللي مش يولي مقنن، مش يولي عنده اطار وعنده جمعيات تدافع عليه واحزاب تتكلم باسمه. السيدة هند حينما أتت لتبايع النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبايعينني على ألا تشركي بالله شيئا ولا تسرقي ولا تزني. هون توقفت قالت: أو تزني الحرة؟ لقد كنا نستحيي من ذلك في الجاهلية فكيف في الإسلام؟ يعني الحرة لا تزني، الحرة ما تبيعش شرفها، الحرة ما تتاجرش بعرضها. الحرية ومنتهى الحرية أنك تكون عبد لله عز وجل، مش عبد لزيد ولا عمر. عبد أنت، فهمت؟ أنا إنسان حر، فهمت؟ إنسان حر، ولا أقبل العبودية حتى حد، خاصة لفكر جاهلي عنده 1400 سنة من اللي جاء. أما حول مسألة الزنا، أي زنا تتكلم عليه؟ شنو هو تعريف الزنا في الإسلام؟ علاش مش معناتها توا مسألة توا المرأة، فهمت؟ قداش من معناتها امراه مسكينه تعرس وتطلق وهي ملوحه هي ولادها، فهمت؟ وجايبتهم الحلال زعما يعني بين قوسين، بينما الاخرى فهمت كي تحب انسان وتجيب منه وليد تحبه وتربيه، احنا لازمنا نسميوه ولد حرام والمراه نسميوها زانيه ونرجموها. يعني في نفس الاطار بتاع النفاق، يعني نافق واعمل اللي تحب. هذا هو التفكير الاسلامي البحت في المساله هذه. اما معناتها المساله نتاع قال لك على مساله قصه هند وكل شيء، هو ماهوش فاهم شنو معناها ممارسه الجنس، ماهوش عارفها اصلا. هو بالنسبه ليه لازم فما هذاك العقد والا يعتبر زنا، فهمت؟ رغم ان المساله ما عندها حتى علاقه، لان هذه علاقات بشريه نتاع اشخاص معناتها مسؤولين واشخاص بالغين، هما اللي يقرروا حياتهم، مش انت تجي تقرر لهم الحياه بتاعهم كيفاش، ولو حتى يكرهوا بعضهم. موجوده الورقه، هذا حلال، مش موجوده الورقه ولو هما يحبوا بعضهم، هذا زنا والمراه لازمنا نرجمها. اذا شنو رايك في القول نتاعو هذا نتاع تدمير الاسره والزنا؟ هي في قوله هذا كالعادة به قال ثم مسألة الزنا وثم مسألة الأم هي العازبات وثم مسألة اللقب به موضوع الزنا وتزني الحرة والكذا به سمحني معني أو سورتو الأطفال خارج إطار الزواج اللي جايين. هو مين بداها المسألة؟ ما بداش من الزنا كزنا، بدا من الأطفال اللي خارجين إطار الزواج. به في الإسلام كان جاب الرسمي أي طفل خارج إطار الزواج معناه المعضلة في كونه خارج إطار الزواج، هو الراجل عنده الحق معناه يمارس الجسم على الأمام بتاعه وتنجم تحبل منه وينجم يحررها ولده يطلع ولده بالرسمي، ماهوش ولد حرام. هاي المشكله مش في الكون عدم وجود كالعقد ولا الورق، هو عنده الحق معناه وما يسمي الزنا. شبه المفاهيم معناها كلبي معي مكيالين ولا شو تسمى معناها. اوكي هذه ومشكله النساء العازبات، قال لك تحبنا نفرحوا بهم نعمل لهم جرايه، بيان سور تعمل لهم جرايه بيان سور، خاطر عندك اطفال تربيهم، عندك اطفال تربيهم، مش يهمك فيها جابتهم الحيض جابتهم الاحرام تربيها. ام عازبه معناها تنكر هي مواطنه ولدها مواطن تتلهي بهم وعندها الحق تعطيه لقب، وها ما تخليه من غير لقب ايش الحاله تاو هذا؟ ومستغرب قال لك لازم علينا نعطيهم جرايه. لا هو مزيب. بالنسبه ليه وحده زانيه وجابت وليد نعيطوا له ولد حرام وما عندوش حتى حقوق، وهي ولم نرجموها. ها وش يحب يطبق لنا في تونس هذايا، فهمت؟ يعني مراحبا نقدموا بالمجتمع باذن الله. فوالا بهذايا نتقدموا بالمجتمع وبهذايا، فهمت؟ معناتها ردوا تونس متقدمه على بقيه الشعوب. عايش في الفيرتوال الراجل يا ولدي، ارجع المجتمع نتاعك، ارجع المجتمع نتاعك. قداش عندنا نساء عازبات والاولاد نتاعهم مش نعملوا نخليهم يوليو مجرمين، نخليهم ينحرفوا نورمال هذا تو؟ يرجع المجتمع، ارجع للحقيقه نتاعك. مظاهرة الأمة هي العازبة توجد وموجودة ديما وتقعد توجد، لا بالإسلام لا بغيره، حتى في الدول اللي تطبق في الشريعة موجودة. دونك يا تحب تنافق وتلكد الصغير رجلها ولا أي إنسان آخر، وإلا تقتله، ولا هو عندنا في الدول اللي تطبق في الإسلام واحد ساق البيبية تماما تدلو يعني تلوح ولدها في الزبلة. هو بالأسلوب هذا يشجع في المرأة كي تجيب وليد فهمت خارج إطار الزواج إنها تمشي تقتله باش تحمي روحها
وبش معناتها تلوحوا في الزبله فوالا. ها هي الاخلاق اللي يدعو لها، هذه الاخلاق اللي يدعو لها الاسلام، وهذه الاخلاق اللي يدعو لها الدكتور محمد العفاس، فهمت؟ اللي من اللي اول فيديو حتى لاخر الفيديو هو عافس. نتكلموا على اللقب. Je vois pas un problème que ce soit في surtout في مساله الامهات العازبات، من حقهم ومن حق صغيرهم يكون عنده لقب من الام نتاعو. تعرف الدول اللي ما تعرفش تكون الراجل، والا الراجل ما يحبش يعطي لقب، من حقه حق هذايا مدني، لا هو لا غيره عنده الحق يحل فيه فمه. دكتور هذه نقطه واضحه. وكسس وزاده في الكوبل معناها حتى معرسين ولا ما همش معرسين، وين البروبليم لو تعطي لقب؟ وين البروبليم سمح غير الف جاهليه ما كانش يسموا بسميه امهاتهم ابنه مش عارفه شكوني وابنه مش عارفه شكوني، توا معناها نكرف في اصله العربي جوستومون. وين البروبليم معناها موجوده القصه، وهذا هذا حق من الحقوق، يعني حق المرأة تنجم معناتها هي زاد علاش الراجل فهمت يعطي اللقب نتاعو برك مثلا تنجم، فما عدة طرق. وقال لك عام بعام، لا يا سيدي مش عام بعام، النجم مثلا على حسب اتفاق الكوبل يا اما ياخذ لقب الراجل يا اما ياخذ لقب المرأة يا اما ياخذ زوز القاب، والوليد وقت يوصل 18 سنة يختار، فهمت؟ يختار لقب ولا لقب امه، والا يحب يعمل لقب اخر. هذه هي الحرية والإنسانية اللي الشخص كما هذا والإسلام ما يعرفهاش، لأنه ما هوش عايش في العصر متاعنا، عايش في عصر آخر ويطبق في نصوص بالنسبة لي مقدسة ويريد يفرضها على المجتمع متاعنا. خلينا نكملوا. سمحني حب نكمل نقطة. ما تنساش الهوس هذا باللقب جاي من عقدة الأنساب اللي موجودة ومتجذرة في الإسلام. عقدة الأنساب هذه والنسب واحد والكذي سي نورمال تخليه يرفض رفض قاطع وبيت مالغري في التاريخ العربي نتاعو كانوا يسميو بلقباتهم ميتهم، يرفض لك انه الام تعطي لقبها. ومثلا كيما المراه كي تعرس نجم تخلي لقب بيتها الزوز، تاخذ لقبها تخلي لقبها ولقب راجلها. دو ميم بوغ الصغير، وين البروبليم؟ يخلي الزوز وبعد يختار، ولا الكوب اللي يتفاهم يعطي واحد، ولا امورهم هذه شنو مدخله هو فيه؟ مدخله في لقب بيت الناس ماهيش سي نورمال. كمل فريمون فريمون انكرويابل. هي دكتوره هاي الدكتور، هذا دكتور فهمت. هاي خلينا نكملوا الفيديو. علاش معناتها نفرضوا على المراه لباس معين فهمت، والراجل معناتها ما نفرضوش عليها لباس معين، رغم اني فما في عائلات فهمت يمنعوا اولادهم يلبسوا الشرط. يكفي هون كيف نوصلوا لمساله اللباس باش نقولوا انه المراه تلبس اللي تحب، هذا صحيح، ولكن المسلمه تلبس اللي يحبه ربي سبحانه عز وجل. الراجل يلبس اللي يحب يكون كلام صحيح، ولكن المسلم يلبس اللي يرضى عليه ربي سبحانه عز وجل. أما على مسألة الشورت اللي مقلقته، انطمنوا أن الراجل كي يدخل مركز الأمن في تونس يخرج إذا كان لابس شورت، الأمر مش هو بيده للمرأة. وهوني لعله تتقلب الآية وتصبح مساواة المرأة والرجل، الفصيل المدافع عنها هو الرجل في أنه يأخذ بعض الحقوق اللي تنحات منه. المسألة عمرها ما كانت بالفكان، المسألة يحكمها العقل ويحكمها الدين اولا واخيرا. خليني نرجع عليه في ساعه وانت بعد رجع عليه. اما مساله نتاع معناتها هو ذكرها هنا حصل روحه بروحه في في الكلام هذا الاخير. قال لك الانسان يلبس اللي يحب، الراجل يلبس اللي يحب، والانسان يلبس اللي يحب، يعني الراجل يلبس اللي يحب والمراه تلبس اللي تحب. هذايا هو القانون الانساني. بينما الاسلام لا يعترف بالانسانيه، يعترف كان بالمسلم فقط. فلهذا يجعل زي خاص للمرأة فهمت، بينما الرجل يعطيها أكثر حرية في اللباس. يعني باش يوريك هنا هذه التفرقة العنصرية، هذه التفرقة اللي موجودة في الإسلام، إنه يشوف روحه هو على حق والباقي أنعام وحيوانات مهموش فيهم. يا سيدي احنا الغير مسلمين حيوانات، وانت هو المسلم، البس الحجاب انت ولا لبس مرتك ولا دبر راسك فهمت، اما ما ترفرفش هذا على الاخرين. راهي تونس ما هيش تحكم بالشريعه، اذا ما تدخلش في حياه الناس الاخرين اللي هما غير مسلمين في تونس. هذه نقطه اولى. اما النقطه الثانيه اللي ذكرها، قال لك ان الاسلام يتحكم بالعقل. امان ما قلتش في اول الفيديو ان الاسلام لا يحكم بالعقل؟ يثبت روحك تو تو. قلت انت هذا تنزيل من الله الحكيم العادل كذا كذا كذا، وان الدين الله لا يحكم بالعقل، وتو تجي تتكلم على العقل. فين العقل هوني؟ فين العقل؟ يا اما تتكلم بالعقل يا اما تتكلم بنصوص ونقل واتباع وتسكر فمك. النقطة الثالثة اللي حبيت اقولها هي مسألة الشرط.
هاي بالفعل تدخل بشورت في مركز الشرطة يخرجوك. علاش؟ على خطر تفكيرهم كيفك انتي، لأنهم مسلمين كيفك انتي، فهمت؟ ما يحترموش حرية الإنسان. مش على خطر جايبيني تو جايب لي مثل إسلامي، فهمت؟ وتحب تحطه على أساس أنه الرجل يطالب حقوق. نعم، الرجل لازم يطالب بالحقوق متاعه في تونس، فهمت؟ بش يكون ملحد، بش يكون غير مسلم، وبش يلبس اللي يحب، والمرأة تلبس اللي تحب. مش تجي تفرض على وليد عمره فهمت عامين وثلاثة سنين لباس، أو طفلة تلبسها حجاب وهي عمرها ثلاثة سنين ولا خمسة سنين. خلي الناس يلبسوا اللي يحبوا، ما عندكش الحق تتعدى على حقوق طفلك. وقت توصل 18 سنة تحب تلبس الحجاب، ولا يحب يلبس شورت، ولا يحب يلبس اللي يحب، هو حر. هذه هي الحرية الإنسانية اللي ما يعرفش حتى ريحتها الإسلام ولا الأشخاص اللي يفكروا كيفك، فهمت؟ سواء كنت أنت ولا المسلمين بصفة عامة اللي يفكروا بالتفكير الجاهلي هذا اللي عنده 1400 سنة. أعطيني الرد متاعك أنت الأخير ونختم الفيديو هذا. داكور، ردي ساعة على مسألة اللباس هذه. كيف ما قلت أنت، واحد روحه بروحه. مسألة اللباس به، قالك للمرأة تلبس اللي تحب، والرجل يلبس اللي يحب، والمسلمة تلبس كيف ما يحب ربي. معناها به هي زادة تفرقة واحدة أخرى، شبيها للمسلم ما يلبس كيف ما يحب ربي، هو ربي مخليه يلبس معناها من السرة للجوسي غاتي، من السرة للركبة، والباقي يلبس اللي يحب، يخرج لنا دوغس نيو نورمال. معناها ما مش حاطين ساعة. مشكلة اللباس هي مشكلة عظيمة هذيا. كنت اللباس نسين اللي اللباس زادة يرتبط بالمجتمع اللي أنت عايش فيه. اوكي، لو انت عايش مع الزينويد في البول نور ولا مش عارفه وين، معناها كيفاش تفرض عليهم يلبسوا مثلا حجاب ومش عارفه شنو، ولا الراجل يخرج لك في شورت مثلا. انت عايش في ما هو قال الاسلام ينطبق على كل مكان وزمان. القبائل اللي عايشين معناها عندهم عيب انه مثلا يظهر جزء معين من بدن الراجل ولا المراه، وهو جزء عادي في الاسلام، ما نحترمهمش العباد هذوكم. معناها حاجه اخرى اكزامبل، الحاجة إنه المرأة تلبس كيف ما يحب ربي مش الراجل. علاش تفرضوا على المرأة إنها أول ما يشوفوا خليقتها يعرفوا دينها ويعرفوا؟ علاش مش الراجل معناه يلبس لباس طائفي بدون ما تشوف خليقته تعرفوا هو شنية؟ علاش المرأة هي الوحيدة المطالبة إنها تلبس لباس يختزلها في دينها من اللحظة الأولى، من الوهلة الأولى اللي تشوفها؟ لو هذا حاجة عادية، حاجة إنسانية طبيعية شوفوها. ومش عارفة أنا والله، مش عارفة المسألة هذية اللي يجب تفهم تاع الشورت اوكي معناها جريان اجوتي جريان اجوتي ديجا. هو كان تشوفه تو اللي عندي ما نقوله، معناها كان جاي هو امراه تو كان جاي امراه تو هو انا عرفناه مسلم، اما هو يلبس كوستيم ويلبس كرافات بتاع المسيح بتاع الكفار لابسها، فهمت؟ ولابس لي كوستيم، فهمت؟ علاش هو من انا نعرف حتى فكره على دينه على الاشياء نتاعو، بينما المراه محكوم عليها من اول وهله تشوفها تعرفها. وعلاش لابس كوستيم هو؟ في لبس كلا اللباس الأفغاني ولا حكاية عبر على دينه أكثر. هو قال لازم المسلمة تلبس كما يحب ربي، البس أنت كما يحب ربي، نصور كما وكيفتون كما يحب ربي. هم يتصوروا الإله العظيم اللي عامل الكون هذا الكل من هموبه ومشاكله العظمى، مش الناس اللي قاعدة تموت، ومش التقتيل اللي موجود في الإسلام، ومش المشاكل هذيك الكل. مش قلت معناها المرأة تلبس وشتي تلبس شتو، هذا حاجة طبيعية تشوفها انت؟ وهذا مفهوم الإله هذا اللي عندهم يعني. وهو معناته والآمة تلبس كما يحب ربي زادة مصرة للركبة. اي، وعمر بن الخطاب ولا شكون يضربها كي هي تحاول تلبس لباس الحر؟ فوالا، يعني هي تنجم تلبس، فهمت؟ الآمة تنجم تخرج لنا بالزلع يعني. هذيك هي اخلاق الإسلام يعلم عنها، فهمت؟ اي، ذي من مشاكل اخرى. كان بالرسمي ربي مشكلته مع المسلمة انه لازمها ما تظهرش في الاماكن هذيك من بدنها. علاش العنصريه ولا ديسكريميناسيون بين المسلمه الحره والمسلمه العبده؟ علاش العبده معناها تو هذيك كان حاجه برسمي مربوطه بربي وحاجه باهيه لينا نحن كناس؟ علاش معناها هي كانسانه ما ثمش مشكله انها تخرج تغسلي، والاخرى زاده انسانه ومسلمه زاده، اما لازم هذا تتغطى بكلها وتخلي كان عينها اليمين ولا اليسار ولا شنو؟ مش عارفه انا شنو هي المعايير اللي استعملوهم، شنو هي كيفاش الكيل هذا بمكيالين، والمعايير اللي قاعدين يستخدموهم واضحه. الكيل عندهم نصوص جاتهم من البدو من الصحراء، فهمت؟ عندها 1400 سنه يكرروا فيها كيف الببغاء، فهمت؟ ويعتبروها مقدسه وقاعدين يسترزقوا منها وعايشين منها، الاف الائمه والنهضه وكل شيء عايشين منها وقاعدين، فهمت؟ شيخين يتمسخروا على الناس. هذا هو
هذا هو اللي يحبوا يعملوه في تونس، يدمروا حضارة عندها آلاف السنين باش يردوها تابعة للسعودية وتابعة للفكر الجاهلي ويرجعوها 1400 سنة التالي. خلينا نشوف شنو باش يقول. نورمال الحاجة هذه سي نورمال نشوفها في لي سيفيلايزاسيون الكل اللي يحتلوا حضارات اكبر منهم، كيما مثلا نشوفوا الاكزامبل نتاع امريكا، احترت حضاره كبيره اللي هي نتاع الهنود الحمر وكانوا منهم المايا وحضارات كبيره ياسر لها الف السنين، شعملوا يحاولوا يحطموا الحضاره هذيك بجوست يعملوا تاريخهم هما، خاطر هما ما عندهمش تاريخ. دمهم العرب يا اخي جماعه الصحراء اخي عندهم تاريخ مكتوب ولا حاجه تصلح ابار الاشعار والتفاخر ولا جو سي با كوا. يجيوا الحضاره كيما الحضاره الامازيغيه لها الف السنين موجوده ويحاولوا يدسيوك فيها ويدمروها، ونفس السيستم يعملوا فيه باختو اي بلاد يدخلوا لها يحطموا التماثيل يحطموا الحضاره الموجوده غادي ويحاولوا يفرضوا حضارتهم الغير موجوده. هي اصلا الحضاره الصحراويه اللي اصلا مش موجوده، هذا مبدا الاستعمار. خلينا نشوفوا مش عارفه ليش انا هذا الظلم، هذا الظلم والتعدي، فهمت؟ هذا هو الظلم والتعدي. ترى خلينا نشوف شنو باش يقول في الاخر، ما نعرفش كان باش يقول حاجه. ختاما ما بقى لي باش نقول لكم كان يصلح راينا ورايكم، وانه الشعار الكبير نتاع المساواة بين المرأة والرجل الهدف نتاعو للأسف هو نسف القيم الإسلامية القائمة على الحياء والعفة والحشمة والأخلاق، وفتح الباب على مصراعيه للفاحشة وللرذيلة. حينما نتكلموا مثل الكلام هذايا نكونوا جردنا من موروث حضاري كبير يجعل المرأة في مكانة كبيرة. يكفي أن نذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي على صدر امرأة، وكان آخر ما دخل فمه الشريف صلى الله عليه وسلم هو ريق السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، اللي هي شعار لكل امرأة مسلمة عفيفة طاهرة. يعني هذا هو الشرف وهذا هو الأخلاق، فهمت؟ اللي يدعو لها أن سيدي محمد متاعه مات وهو يبوش مع عائشة ويقطع لها في الشفة متاعها، فهمت؟ وهو من بين الموت والحياة. شكوني عايشة هذه اللي يعتبرها رمز الشرف اللي اتهمت بالزنا، فهمت؟ ومعنتها ونعرف القصة بتاع صفوان وشو عملت بعده والذاع الكبير وفهمت والحروب والمجازر اللي عملتهم عايشة، فهمت؟ من حرب الجمل وغيرها. هاوش يحب يعلمنا هذوم، يحب يجيب لنا لتونس، فهمت؟ الفساد اللي هو يتكلم عليه يقول لك يحارب الفساد، هذا هو الفساد والإجرام اللي يدعو ليه النظام البدوي الجاهل اللي جاء من جزيرة بول البعير عنده 1400 سنة. ولا كي الكلمة الأخيرة ونختم بها الفيديو. أشوف لك العادة الدكتور الأكاديمي العظيم في تناقض ذاته العظمى، معناها جيك في أول جملة قال لك الإسلام بتاع الحياة والكذا والشيء، جيك بعديك وانا نمسو إنه معناها اخر معناها الرسول كيف مات معناها حاضنته عايشه والبزاق ريقها في فمه، معناها اوترمون دي بزاقها في فمه دونك يبوشوا، فهمتوا؟ هو يحكي لك على الحقيقه اون بليس قال لك لازم تكون عائشه قدوتنا. عائشه معناها اللي يحكي عليها نحب نعطي هكا حاجه صغيره معناها في اطار التقدم، معناها عائشه هي القائله زاده اللي جاي منها الحديث نتاع الآية متاع الرجل ومتاع الرضاع الكبير كانت موجودة وكلتها معجة وقت اللي احنا تلهينا اشتغلنا بموت الرسول، معناها هذه من الناس المناهضين للرضاع الكبير والرجم الزاني. معناها الأحاديث اللي جاية من عائشة، وما نحبش نحكي على كتب غير البخاري ومسلم اللي هما المسلمين يعتبروه ما رجع، أرجعوا للبخاري ومسلم وبدأوا طبعوا بشوية بشوية الأحاديث اللي جاية على عائشة وشوف وين قاعدة تهزك الأحاديث هذه، الحديث هذيك وين توصل. ما ننساوش عائشة راهو سي نورمال انها تكون حاقدة على الاسلام ولا ما نعرفش عليها شنو هي بالضبط، هي راهي شنو صار فيها، راهي وصلت راهي تزوجها وهي مازالت تلعب مازالت مش فاهمة حد شيء، جا هي تحكي القصة تقول لك راني قاعدة نلعب ودخلوني فاخذها وهي مازالت ما جاوهاش لي غايقل، معناها مازالت صغيرة ما هي فاهمة شيء، وبعديك تخلى عليها دوب ما جاوها لي غايقل وقعدت عايشة معاها للي مات وهو عمره وهي عمرها 18 وقال لها عمرك لا تاخذ راجل بعدي، معناها قضى على حياتها وقت اللي وصلت 18 سي ما عادش شافت حاجه غيرها، وديجا ملي هي مسكينه صغيره عمرها 6 ولا 7 سنين ولا قديش وهي قاعده يتسلطوا عليها ديزابيو سيكسويل، معناها الراجل عمره 54 سنه الراجل عمره 54 معناها سي نورمال تلقى احاديث كيف هكا من عند عائشه. والشيعه ولا من اكبر الفتن اللي صار ما بين الشيعه والسنه
واللي مدخله الامه في حيط، معناها كيف ما يقولوا هما، على خاطر عائشه زاده حديث الافك من عند عائشه، قعد الرسول شهر معناها ولا قداش اللي جاي جاتو ايه ديجا ماهيش كونكريت الايه، معناها مازال مش فاهم هو يبرأها ولا ما يبرأها. وبدلوا الشهود ردوهم اربعه على خاطر القصه هذيا. دونك ولو وحرب خاطر ثلاثه شافوها مع صفوان، فهمت؟ يا اخي محمد رد الشهود اربعه ما عادش ثلاثه، خاطر كان ثلاثه يطبق عليها حرب الجمال اللي ماتوا فيها ايام عرب، ايام مسلمين وعرب ماتوا فيها حرب الجمال، شكون تسبب فيها؟ انا بالرسمي معناها ما ترميليش دي ريفيرونس، خاطرك معمل على العباد اللي مش فاهمه ما تعرفش، ما ترميش دي ريفيرونس هكاك من الحيط، خاطر العباد كي ترجع كيف ما قلت انا جوست تدخلوا للبخاري ومسلم ويتبعوا الحديث اللي منقوله على عائشه ويشوفوا وين توصل من حديث القران. معناها بربي سامحني تقول لك كان ثم ايه وكليتها نعجه واحنا لهين بموت الرسول، اش معناها؟ معناها القران ماهوش كامل، معناها حديث معناها متاع الرضاع الكبير وبرشا احاديث ثواني ما نستحضرهمش، كان تبع الاحاديث اللي هي تحب توصلهم تكتشف القران يا محرف يا ماهوش كامل، والرسول ذبح ناس وجماعه ذوكم كاليهود متاع خيبر ومتاع قريظه كيفاش يذبح في الصغار على بعض اللي ما عندوش شعر في العالم تاعو، والحاجات هذيك الكل كي ترجع في الحديث تلقاها جايه من عائشه. كوميم جو كومبخون بسيكولوجيكو البروفيل نتاعها، حتى كان يسمحوا لها انها تحكي الحاجات هذيك خاطر هي صار عليها اللي ما صارش ابيو سيكسويل طول عمرها من اللي هي 5 ans 6 ans ولا شنو، حتىش عمرها 18 ans وفتحيتها غادي، معناها قال لها ما عادش تاخذ راجل بعد ولا قتلوا معناتها مع دارها دارها عبوها بالموتى وقتلوا زاد في حادثة وي وقتلوا زاد وقتها ما اسرع الله في نجدتك يا رسول الله، فهمت؟ في قضية اي وقتلوا معناها اني ارى الله يحكي بهواك، قلت له لا حشمت لحد شيء، تجي قدام صحابه ترمي شقاله. شنو اخر معناها قصص نتذكرها؟ ياسر كنا مضربها والحديث نتاع ان لك عني لك على صدري يموت يدفنوا في دارها. لا والحديث نتاع لك عني لك على صدري المتني، فهمت؟ تضربها بونيا من بين صدرها، فهمت؟ وتعرف المراه كي تضربها من بين صدرها توجع وقتها على الاخر. هذا معناتها حديث ومعناتها وفي الاخير قالت لك مات رسول الله بين سحري ونحري، يعني فوق بزلزلها مات، كان يبوش معاها وقتها مات راسه ومالها بط على بزلزلها. ما شاء الله على الاخلاق اللي يحب يعلمها لنا سياده الدكتور، رغم احنا ما عندنا حتى مشكل، عنده الحق في ايوه لا جبت باش احكي على الحقيقه لك ريقها في فمه ولا شنو معناها. عظيم عظيم السيد، عظيم جدا. المهم نظن وفينا من الفيديو هذه، فهمت؟ ونتمنى انه ما يسينياليش الفيديو باش تنحى من اليوتيوب، فهمت؟ رغم اللي لا رغم اللي هو معناتها خذا المقاطع نتاعي دون اذني، يعني باش يوريك اخلاق المسلم انه يسمح لنفسه ما لا يسمح لغيره، فهمت؟ بدون اذني وبدون علمي وقطعها كيما يحب هو وخذا منها من اللي يحب عليه هو باش ينجم زعما يرد. المهم احنا زوز فيديوهات، الفيديو هذه والفيديو اللي قبلها رجعت عليه، يمكن يسيني عليها حتى كان يسيني عليها عنا التسجيل ونهبطوها على الفيسبوك ونهبطوها على المواقع متاعنا، فهمت؟ وراه الإسلام لا ينتشر إلا بالغدر، فهمت؟ ومع ما عنده حتى إجابة، فهمت؟ يمشي سينيالي باش يمنع الكلمة، لأن معناتها منع الكلمة هو الطريق الوحيد للانتشار بتاع الإسلام، لأنه يعتمد على الجهل وعلى النفاق وعلى الغدر. ونخلي لك الكلمة الأخيرة قبل ما نختم هذه الفيديو. فيت كلمة الأخيرة معناها اسبيرون بيان، معناها ما كيف ما قلت أنت ما يخش خذيه هو الحق أنه يدخلك الفيديو نتاعك سون حتى بيرميسيون، ويقوم يسينيالي الفيديو بتاع يعمل حملة بتيتر زادة، معناها بتيتر بيان يعمل حملة عظيمة ضد اللي حكيناه، مالغري معناها كان جيت معناها الأمور كيف ما لازم يكون ويكون اكاديمي بالحق ودكتور نورمالمون احنا جاوبنا بالكلام، يجاوبنا على اللي حكينا فيه، قلنا راكم غالطين راهو هذا ما صارش راهو هذا مش في الاسلام، معناها يحكي معانا كان احنا قلنا حاجه غلطه ينجم هو يجاوب عليها ويبين لنا غلط فين. اما انا جو سي بريسك سيغ اللي حكيناه كله موجود، وذاك علاش هو ماهوش ينجم يجاوب، دونك فوغ بوسيبل اون سينيالي ينجم يعمل حمله ضدنا، يعمل ينجم يعمل برشا حاجات معناها، مي اون سون فو، خاطر احنا اللي لوج عليه سير حقيقه ما معناش حتى جهه احنا معاها، نحبوا نوصلوا تو سامبلومون لا فيغيتي وما يهمناش معناها حتى حاجه اخرى، كان هو عنده مرجعيه تخليه توضح لنا الحقيقه من منظور اخر مرحبا بك وناو كام بروبليم جو بونس. ماناش نخلصوا احنا كيف هو، فهمت؟ وماناش نعملوا فيها تجاره، فهمت كيف؟
ومانيش لابسين كوستيمات وكرافاتات وما عندناش استديوهات. انا لابسه كوستيم ترى بلا كرافات بالضبط. انا لابسين عادي ومانيش دكاتره ومانيش اساتذه ومانيش حد شيء، فهمت؟ ناس عاديين كما قلت في اول الفيديو، عندنا مخاخ مش عندنا طاسه منقوبه، ومع فيديو قادم وبسلامه.